مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقاء جديد في حلقه خاصه جدا الحقيقه. والنهارده الحلقه موجهه للولايات المتحده الامريكيه، لكل اللي ليهم اهتمام بموضوع اوباما كير. اوباما كير الاول كان جاي موضوع سياسي شويه، ومحدش كان فاهم الموضوع ايه، وكان فيه شويه اختلافات، ويا ترى انت مع الريبابليكان الجمهوريين ولا انت مع الديمقراطيين والموضوع ايه. وسمعنا انه كان فيه غلق للحكومه واعتراض من الريبابليكان او الجمهوريين على موضوع اوباما كير والميزانيات وحاجات كده غريبه. احنا النهارده مش هندخل حيف كل المواويل بتاعه السياسه او الاختلافات هي ايه، لكن احنا عندنا موضوع تامين صحي. أوباما كير ده تأمين صحي. التأمين الصحي ده الحقيقة يعني عايزين نفهم بقى، هنستفيد بيه مش هنستفيد بيه، مين اللي هيستفيد بيه، هو قانون ولا ده براحتنا ولا الكلام ده كله، أسئلة كتير. والحقيقة لما قلنا إن احنا هنعمل حلقة خاصة عن أوباما كير لقينا فعلا تساؤلات كتيرة جدا، عايزين نفهم، احنا مش فاهمين، مش عارفين مين يقول لنا إيه. فالنهارده قررنا ان احنا نعمل الحلقه الخاصه مع حضراتكم، والحقيقه سعيده ان يكون معايا في الاستوديو الدكتور ماهر رومان. دكتور ماهر رومان استاذ مساعد الامراض الباطنه بجامعه لوما ليندا، وايضا الرئيس السابق لكليه الاطباء الامريكيه بكاليفورنيا. برحب بيك دكتور ماهر. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. وهيكون هينضم لينا ان شاء الله على التليفون بعد قليل دكتور سمير بنوب ان شاء الله من فلوريدا. لكن الحقيقه خلونا نقول، يا ترى الشعب مختلف لو مثلا قلنا مصريين او الامريكان في موضوع انك البني ادم هو بني ادم، لو في حاجه انت مش فاهمها يا ترى بتقول مثلا، او لو حد يجي يسالك سؤال هتختار النظام ده ولا النظام ده، ولا مين معلومات عامه يعني عموما، فالمعلومه العامه يا ترى هتقول اني معرفش، ولا هتختار حاجه وانت مش عارف الحاجتين دول ايه. فالحقيقه كان في مذيع امريكاني عمل زي كده لقاءات الحقيقة تلفزيونية، نزلوا الشارع غالبا في منطقة هوليود، وغالبا اسمه جيمي كامل. جيمي كامل، ياب، جيمي كامل ده لي اي بي سي، ليه برنامج مشهور الحقيقة، ونزل في الشارع وحب ان هو سأل الناس تختاروا ايه، تختاروا الاوباما كير ولا الافوردبل كير. فخلينا نشوف اراء المشاهدين او اراء الجمهور الشعب الامريكاني في الموضوع بالنسبة لهذا التساؤل، وبعد كده هنترجمه باللغة الإنجليزية وهنترجم لحضراتكم بعضه. These government shutdowns have happened before. You know, the last one was in 1996, but the debate on this one is particularly heated because people have such strong opinions about Obamacare. Interestingly, the polls show that most Americans say they don't like Obamacare, but they love what's in it when it all gets broken down. It's like the opposite of a McNugget. So, it's interesting. And when there are complicated issues to study, most people just side with whoever they usually side with. So I decided to conduct an experiment today. We sent a camera crew out on Hollywood Boulevard to ask people which they thought was better, the Affordable Care Act or Obamacare. Now, as you may know, Obamacare is just a nickname for the Affordable Care Act. They're the same thing. But lo and behold, we found people who did not know that, and that didn't stop them from weighing in on it. We're talking about health care today, and which plan do you support, Obamacare or the Affordable Care Act? The Affordable Care Act. And what is it about Obamacare that you do not like? I just think that there's a lot of holes in it, and it needs to be revamped. I think it's and you think it hasn't the affordable, been thought out. You think the Affordable Care Act is a better plan than Obamacare? Better, but I'm not happy with that either. What do you agree with, Obamacare or the Affordable Care Act? I'm more sort of towards the Affordable Care Act, but I'm also there very sympathetic for people that don't have the ability to have proper medical insurance. So the Affordable Health Care Act is still a better option than yes. Obamacare? Yes. And why do you not agree with the Affordable Care Act? Well, I think it's not really available for all. So the Affordable Care Act is more affordable than Obamacare? It, just the name says it all. Right. You would agree with the Affordable Care Act? Absolutely. I think it's nice that everyone can afford it, and everyone should be able to afford it, but to force people to pay something and then doctors to make something, limiting their ability to do their job, that's kind of anti-American. Right. So Obamacare is un-American? I think it's kind of un-American to force people. What if they can't afford it? What if they want more coverage? And the Affordable Care Act is American. I think it's more American because it allows people to make their own choices on what they want and who they want to work with.
Do you agree with the Affordable Care Act or Obamacare? The Affordable. And why do you prefer the Affordable Care Act over Obamacare? I just don't agree with the whole Obamacare policy thing that's going on. I just don't agree with it. And do you believe that an informed citizenry is essential to a democracy? Yes. So you disagree with Obamacare? Yes, I do. Do you think insurance companies should be able to exclude people with pre-existing conditions? No. Do you agree that young people should be able to stay on their parents' plans until they are 26? They should be able to, yes. Do you agree that companies with 50 or more employees should provide health care? I do. And so by that logic, you would be for the Affordable Care Act? Yes. What plan do you support, Obamacare or the Affordable Care Act? The Affordable Care Act. And why do you support that over Obamacare? I do not like Obamacare. I don't like anything that has to be forced for everybody to buy. This is not good. Do you think Obamacare is socialist? Yes, I do. Do you think the Affordable Care Act is socialist? No. Do you believe that Obamacare will eventually lead to gun prohibition? Yes. Do you know that Obamacare and the Affordable Care Act are the same thing? No, they're not. Thanks, you made me look stupid. That's what we do. Okay, you did good. مشاهدينا، زي ما حضراتكم شفتوا اللقاءات الطريفة، لكن الحقيقة حب دكتور ماهر يعلق لنا عليها، وفي النهاية أوباما كير هو الأفوردبل كير أكت. دكتور ماهر، طبعا جيمي كيمل did a great job. يعني عمل شغل حلو، الناس نزل بيقابل الناس ويسألهم. واللي هو وراهنا بيشير الحقيقة في ناس مش فاهمه، مش عارفه، في مس اندرستاند، في لخبطه، يعني هم مش فاهمين، لكن لما هتحطوا في اختيار بيختاروا، وهم مش عارفين لا ده ولا عارفين ده اساسا. بالظبط، وده يعني ده الحاجه المهمه جدا، ان احنا عايزين نعرف ده ايه ده وده ايه ده. الدولة طبعا ده سيم، الدولة نفس الحاجه. ف يعني التعليقات لطيفه، ان اوباما كير ده مش امريكاني، ان اوباما كير ده سوشياليست او شيوعي او حاجه زي كده. انه ده يعني حاجه وحشه ومش كويسه وكده، لكن الافوردبل كير اكت الاي سي اي ده كويس. فالحمد لله ان في ناس بتفتكر ان الافوردبل كير اكت ان هو كويس. خلينا نتكلم على الافوردبل كير اكت النهارده، بلاش نسميه اوباما كير. اتفضل. طب انا عايز اعرف القصه في البدايه، قصه الاوباما كير دي جت ازاي، وليه اتسمى باوباما، وخلى برضو بعض الناس من اللي هم ضد اوباما ان جنرال كسياسه دخلت الموضوع في السياسه. انا ضد، واحده منهم قالت كده، انا ضد اي حاجه ليها علاقه باوباما لمجرد اسم اوباما في الموضوع. طبعا الاخيره كانت دمها خفيف جدا، هو بيقول لها الاثنين واحد، قالت له لا. يعني مش عايزه برضه، حتى لما بيقول لها المعلومه الصحيحه، لا لا لا، طب انا في الاخر شكلي غبي. فطبعا يعني قالت له كده يعني. بالظبط. ففي النهايه التاريخ، يعني ايه اللي خلى من البدايه في فكره ان يتعمل تامين صحي؟ بالظبط. وقبل ما يتسمى، يعني انا حضرتك كنت قلت لي ان في كده قصه ورا الموضوع. هو موضوع التامين الصحي في امريكا يمكن بتاع 100 سنه بيحاولوا ان يعملوا فكره ان الناس اللي ما عندهاش انشورنس، ما عندهاش تامين صحي، يبقى عندها تامين صحي. وعدى فترات كبيره خالص يعني، ومراحل، ولغايه لسه 2010 لما القانون ده طلع ما كانش فيه الفكره بتاع ان التامين الصحي لكل الناس. فحاولوا ايام كلينتون بيل كلينتون، حاولوا هيلاري كلينتون، حاولت انها تعمل حاجه وما مشيتش. يعني في بعض الولايات حاولت من نفسهم يعملوا حاجة لوحدهم برضو. من ضمن الولايات اللي عملت حاجة لوحدهم ولاية ماساتشوستس، بوسطن البلد المشهورة هناك. ده أيام ما كان رامني، جوفرنر رامني، المحافظ رامني اللي كان نزل رامني جمهوري يعني. بالزبط. هو عمله كواحد جمهوري، نفذه في الولاية بتاعته، اتنفذ في وقته. واضح ان كان في مجهود قبله، لكن هو نفذه في وقته. فده جمهوري ونفذه في ولاية ماساتشوستس. وهنا في كاليفورنيا عندنا كان أرنولد شوارزنيجر، الممثل المشهور جدا لما كان محافظ من كذا سنة، كان حاول برضو انه يعمل القانون انه يبقى فيه تأمين صحي لكل الناس. فده جمهوري برضو. ففي وقت أوباما
كان من الحاجات الرئيسية اللي هو كان داخل الانتخابات بيها انه عايز يعمل الهيلث كير او التأمين الصحي لكل الناس على قد ما يقدر. فده طيب. القانون اللي عدى في 2010. احنا هنا فهمنا من من المقدمة دي انه هنا يعني حتى في ناس ريبابليكان من ضمنهم رومني اللي كان مرشح في الاخر امام اوباما. يعني هنا الموضوع مش عايزين ناخده بديمقراطيين وجمهوريين. بالظبط. لكن ايه الفكرة يعني ليه عايزين نعمل تأمين صحي؟ الفكرة بتاعت التأمين الصحي ان الناس اللي ما عندهاش تأمين صحي بتعاني. ما بيقدروش يشوفوا دكاترة. بيخافوا يروحوا الطوارئ الامرجنسي روم لان بتجيلهم فواتير كبيره جدا. لو جالهم يعني حادثه او مرض جامد يدخلوا المستشفى يلاقوا فواتير مثلا ب 20,000 30,000 70,000 ارقام جامده جدا. ما حدش بيقدر يعني يدفع ده كله وبالتالي بيعملوا اللي هو البانكروبسي او الافلاس. وده بيأثر على حياتهم. يعني اكتر سبب للافلاس للاشخاص في امريكا التكلفات الصحيه. الإفلاس الشخصي مش الشركات الشخصي. وفي تقدير من معهد الطب الأمريكي إن حوالي يمكن لغاية 45,000 واحد بيموتوا في السنة علشان ما عندهمش تأمين صحي. الأول كم واحد مش معمول له تأمين صحي؟ وده اللي خلى لأنه ده رقم كبير جدا وده اللي خلاهم عايزين يبقى الناس عندها تأمين صحي تتغطى. كم واحد على مستوى أمريكا مش متأمن؟ الوقت الحالي حوالي 48 مليون اللي يعني يعني تقريبا كانها مثلا عدد سكان من كندا تعداد وأستراليا. أمريكا؟ بالظبط. كم من 48 يعني مليون. أوكي. من التعداد الكلي كم؟ التعداد الكلي حوالي 310 مليون يعني تقريبا. يعني احنا بنتكلم على 48 مليون تقريبا من حوالي بالزبط. 310 مليون. بالظبط. مش ما عندهمش تأمين. بالظبط. عدد كبير جدا. بيموت جداً. كل سنة كم؟ ده التقدير اللي هو يعني مفترض حوالي 45 ألف واحد كل سنة. كل سنة 45 ألف مواطن مقدر. أمريكي بيموتوا بسبب ان هم مش متغطين صحيا لان بيسيبوا نفسهم لغايه ما الحاله توصل للحاله العاجل اللي هي خلاص بتبقى بالزبط. ميؤوس منها وللاسف بيموتوا. يعني ممكن بيوصلوا للمستشفى في درجات متقدمه. يعني مثلا واحد يجي له التهاب او التهاب زايده وهو مش عارف على وجع في البطن فيستنى انا مش عايز يروح الطوارئ لان هي فاتوره كبيره قد كده فاقول لها هتروح ما يروحش تروح الزايده تنفجر اللي ممكن يحصل بعدها. وامثله كتير عيان السكر مثلا ما ياخدش الرعايه المطلوبه وهكذا. احنا بنتكلم ساعه 9/11 لما 3000 واحد ماتوا. الدنيا قامت ما قعدت يعني في امريكا. بالظبط. التراجيدي بتاع 9/11 بس لكن الهيلث كير سيتويشن الهيلث كير الموقف بتاعه سيء جدا. وناس كتير 45,000. بالظبط. من هنا جت الفكرة انه لازم يبقى فيه تغطية والتغطية بالزبط. دي هتبقى معمول حسابها على حسب الدخل بتاع كل واحد. بالظبط. طيب. فدي الكلمة بتاعت Affordable Care Act وهو ليه اسم كمان كمالة ليها اسمها Patient Protection. Affordable Care Act and Patient Protection. Affordable Care Act يعني اللي هو اللي انت تقدر تدفعه يعني بالزبط. المبلغ اللي ممكن تقدر تدفعه عشان تاخد خدمة كويسة كتأمين صحي. بالظبط. والتانية اللي هي Patient Protection. Protection. للحماية. حماية المريض من الحاجات الغلط اللي كانت بتحصل في التأمين الصحي. يعني من الحاجات السيئة ان ممكن مثلا في مثل كان في واحدة شهدت في الكونغرس كان عندها سرطان ثدي وقبل ما ميعاد العملية بتاعتها بأيام قليلة أخذوا منها الانشورنس التأمين بتاعها. فطبعا حاجة تحزن. أخذوا بحجة أنه لقوا في الريكورد بتاعها في حاجة بسيطة ما قالت لهمش عليها فهم تلككوا عشان يشلوها من التأمين عشان ما يدفعوش تكاليف التأمين. فواحدة زي كده عندها سرطان في صدرها دلوقتي مبقاش عندها تأمين تعمل إيه؟ أو لو حد كان في مشكلة تانية كبيرة اتغيرت بالقانون لو حد عنده حاجة مشكلة صحية ما بيردوش يأمنوا صعب عليه صعب جدا أنه يبقى يقدر يأمن يقول لك ده هيكلفنا ما من الأول أنا أخده ليه كشركة تأمين وأنا بالزبط. عارف أنه أنا أخد الهيلثي الراجل الكويس أو الإنسان اللي هو سليم تماما بالزبط. عشان على اعتبار أن أنا ده هاخد منه كل شهر المبلغ بتاع التأمين ومش هيكلفني. بالزبط. طيب الناس متضايقة بتقول لك انت ليه بتجبرني ان انا يبقى عندي تأمين صحي وانك انت دلوقتي
الموضوع ده طب ما انا ممكن اخده او ممكن ما اخدوش، هو الموضوع ده فيه اختيار ولا لازم الكل يبقى تحت اوباما كير او الافوردبل كير؟ بالظبط، ده اللي كانت ده جزء مهم جدا في القانون. من مبادئ التامين انه يبقى في ناس هتكلف كتير وفي ناس هتكلف قليل. فمن مبادئ التامين بيحاولوا ان يبقى في عدد كبير من الناس مشتركه في التامين عشان كل الناس تساعد بعضيها بالطريقه دي. فكان الموضوع ان اوباما كير او الافوردبل كير اكت بيطلب ان يا تبقى عندك تامين يا مش عايز تامين لازم تدفع غرامه. فكان في اعتراض على الجزء ده. الجزء ده وصل لغايه المحكمه العليا. يعني الاعتراض كان بس على حته الغرامه عشان كده وصل للمحكمه دي يعني. كان في اكتر من حاجه لكن دي الموضوع الرئيسي اللي هم بيسموها الانديفيديوال مانديت، ان كل واحد مننا يبقى عندك تامين يا تدفع غرامه. فده كانت في راي قال ان ده مش دستوري. فالمحكمه العليا بتتكون من 9 جاستسز او 9 نواب 9 قضاة. فالطريف ان القاضي اللي حكم ان القانون يستمر او اللي حسم الامر بالظبط 5-4 في الفوتس كان ريبوبليكان جاستس روبرتس. فافترض هو تفسيره ان دي من حق الحكومه الفيدراليه انها تفرض ضرائب، يبقى دي ضريبه كانها ضريبه. فبالطريقه دي ريبوبليكان او جمهوري هو اللي حسم الموقف، يبقى كلنا دلوقتي لازم يكون عندنا تأمين صحي. لو ما عندناش يبقى هندفع غرامه. ده مثلا واحد يقول لك طب انا اوكي مش هشترك في التأمين وانا ما عنديش استعداد يتقطع من مرتبي، او لو انا الانكم بتاعي يعني احنا طبعا عارفين ان في حاجه اسمها ميديكال في عند ليفل معين. هنا المواضيع دي برضو مشاهدينا بتعتمد وحضراتكم المفروض تكونوا عارفين، يعني اللي بيروح بيقدم على التأمين الصحي اللي هو تبع الحكومة مثلا في كاليفورنيا او في اي ولاية في امريكا، بالمفروض ان انت بتملى الابليكيشن اللي هي بتملى يعني طلب التقديم على او طلب ان انت عايز تبقى متأمن عليك صحيا، وبتحط لازم من ضمن الامور اللي لازم يعني بيقولوا انت مقبول او انت ينفع تبقى معانا في التأمين الصحي ده مع الحكومة او لا، هو الدخل بتاعك وعدد افراد اسرتك، يعني انت زوج وزوجة والمفروض عدد افراد اسرتك كام، وبيبقى معمول له جدول وحضراتكم الكل عارفه. بيجي في وقت معين لو انت مثلا انكم بتاعك زاد شوية، الدخل بتاعك السنوي زاد شوية، فبيقول لك كده خلاص انت ما ينفعش انك تبقى متغطي تبع التأمين. دول المجموعة الكبيرة اللي طبعا بعد ما خلاص بيخلص تأمين الحكومة بيبقى ما عندهمش تأمين وبيبقى دخله زاد بشكل كبير، مش بشكل كبير يسمح له، يعني هو دلوقتي طلع من التأمين بتاع الحكومة لكن ما بيجلوش الدخل اللي هو يقدر يخليه مثلا يصرف مبالغ، يدفع مبالغ للتأمين عليه وعلى أولاده أو على أسرته بالشكل الكافي. فهيجي يقول لك طب خلاص انا ما عنديش، ما فيش بايدي حيله، انا مش هشترك وهدفع الغرامه. يعني ده دفع الغرامه الحكومه عملتها او القانون عمله بالطريقه التصعيديه. فالسنه الجايه الغرامه تبقى لغايه 1% من الدخل. في ارقام مختلفه بس يعني الرقم البسيط الواحد يفتكره، في 2014 1% من الدخل، في 2015 2% من الدخل، في 2016 وما بعده هتتصاعد 2.5%، وده رقم مش بسيط. فالمتوقع ان الناس بدل ما اقول لك انا ادفع غرامه وما اخدش حاجه خالص ممكن ياخدوا التامين اللي هو المستوى القليل. هنشوف بعد شويه هنتكلم مع بعض على التامين المستويات المختلفه. في حاجه اسمها مستوى البرونز. أنا عارفة إن إحنا طبعاً هندخل في المواضيع دي باستفاضة، لكن أنا كنت عايزة لو دكتور سمير معانا يعني أو نقدر نتكلم مع دكتور سمير اللي انضم لينا، إنه إحنا دلوقتي طبعاً هنشرح لحضراتكم، إحنا هنفتح التليفونات بعد قليل يعني قولوا مثلاً حوالي 30 دقيقة نكون شرحنا شوية في بعض يعني في دلوقتي سلايدز هنعرضها على حضراتكم على الشاشة وهتتشرح ودكتور ماهر هيشرحها بشكل مبسط بحيث ان احنا نفهم. بس انا مش عايزة اخرج من حتة موضوع الغرامة دي بشيء معين، يعني انت النهاردة مفيش حد ضامن صحته بالزبط. تمام، فازاي يعني ايه ان انا اقول ان انا مش هاخد تأمين عشر وهدفع الغرامة؟ هو انت ضامن بكرة هيحصل لك ايه؟ يعني الناس دلوقتي اللي احنا عايزين نفهمه للناس انه مهم جدا، لانه اغلى تكلفة
هنا بنعاني منها كلنا في أمريكا هو الصحة. يعني انك انت لو دخلت يوم مستشفى بتدفع قد كده، لو دخلت اللي هي غرفة الطوارئ الامرجنسي روم بتدفع قد كده. فدي بتهيأ لي انك انت دلوقتي مفيش حد ضامن انه بكرة الصبح هيكون كويس، ولا حد من ولاده، ولا فيبقى انا عايزة اقول لهم يعني ايه رأيك احنا نقول للناس لا ما تستسلمش لموضوع الغرامة حتى لو كانت تصاعدية، حتى لو كانت قيمة بسيطة جدا. الموضوع مش غرامة، يعني الموضوع ان ليه احنا عايزين نقول له انك لازم ان يكون عندك التأمين الصحي. هو بالضبط طبعا من ناحية الأدمية للبني آدم نفسه ولعيلته ولعياله انه يكون عنده تأمين صحي. ده الكلام المنطقي. القانون دلوقتي بيجبر، طيب هل تاخد غرامة تدفعها في الهوى ولا تاخد تأمين صحي حتى لو تاخد التأمين الصحي المبدئي أو البيسك مثلا اللي هنتكلم عليه بعد شوية. موضوع الإجبار، انت احنا في مثل برضو كنا تكلمنا عنه، موضوع ان انت لما بتيجي تشتري عربية في أمريكا القانون بيجبرك برضو انك تعمل لها تأمين، مش كده ولا ايه؟ بالضبط. القانون ان لازم يبقى فيه تأمين على الأقل اللي بيسموه liability. اللي هو بتغطي لو في الحادثة غلطتك أو غلطتك وضريتي حد تاني، فده القانون موجود من زمان. طيب ما بال العربية، يعني انت بتتكلم بالزبط. في العربية بالزبط. بال صحتك يعني. والناس قبل على فكرة ما حدش اعترض على القانون ده، أي واحد بيشتري عربية النهاردة لازم بيروح يشوف تأمين ليها قبل ما مش هترخصها غير بالتأمين. بالظبط. طبعا هو ممكن واحد يقول دلوقتي ده بقى القانون، خلاص القانون في البلد دلوقتي ان بقى فيه هيلث كير وان لو تأمين صحي لو أنا مش عايز هدفع غرامة، ده خلاص بقى القانون، يبقى خلينا ناخد أحسن ما يكون فيه وهنشوف مع بعض بعد شوية إن إزاي. في بلانز يعني في بيسموها إيه، يعني إن إحنا بيتعرض علينا حاجات مختلفة بنختار منها، فممكن إن أنت تختار زي موضوع العربية اللايبيليتي دي اللي هي دي أقل حاجة في التأمين، فأنت عندك برضو يعني بلانز مختلفة، خطط مختلفة، تختار انت الخطة اللي بتناسبك وبتناسب دخلك وبتناسب الدنيا اللي انت فيها. فعندنا خطط مختلفة الحقيقة. طيب لو ابتدينا بعرض السلايد رقم 2 زميلنا، وهنبتدي نستعرض مع بعض السلايدز، وهينضم لنا دكتور سمير برضو نكمل شرح في المواضيع دي. لو ابتدينا نمرة سلايد رقم 2 ونشوف في البداية، اولا تحب نبدأ من السلايدز ولا نعرف الناس بالويب سايت؟ مين فيهم؟ هو السلايدز هتوصلنا للويب سايت. طيب حلو جدا السلايد. خلاص يبقى نبتدي بالسلايد. ممكن نتابع مع المشاهدين، هتشوفوا على السكرين السلايد بشكل مكبر، وهنحاول ان احنا نشرح لحضراتكم سلايد سلايد كده. النهاردة هنقول ان انا عايز يبقى عندي تأمين، فهبتدي ان انا عايز اشوف هعمل ايه. كل ولاية ليها الويب سايت بتاعها، يعني هنا احنا هنتكلم لانه الاكزامبل احنا جايبين نموذج. انا عارفة انكم مشاهدينا بتشوفونا من كل ولايات امريكا، لكن عشان احنا بس عارفين كاليفورنيا شوية هنتكلم ده covered كاليفورنيا. لكن احنا عندنا اللي هو healthcare.gov www.healthcare.gov، ده الموقع الرسمي. في بعض لما انت بتدخل في اول مرة بيقولك يعني ادخل ولايتك، انت في انهي ولاية. لما بتدخل الولاية بتاعتك المفروض ان انت بيقولك بقى اذا كان في كل ولاية عاملة ليها ويب سايت زي كاليفورنيا بيدخلك على الويب سايت، اذا كانت في ولاية مش عاملة ده فبيقولك، او يعني في بعض الولايات من خلال الموقع الرئيسي نفسه. بس انت النهاردة ما تخافش، لو انت واحد مش عارف ما عندكش خبرة في الكمبيوتر ما تقلقش. اولا انت ممكن تشوف اذا كنت هتنفع تبقى qualified، يعني هل انت ممكن تتغطى بالتأمين بتاع الحكومة ولا لا، لان تأمين الحكومة لا رفعوا الليمت، يعني ما بقاش مثلا فور اكزامبل، يعني لو واحد اسرته 3 افراد وزمان كان يقولك لغاية $3,000 ده مثلا، انا يعني مش بقول ارقام حقيقية، فانت كده خلاص مش هينفع تتغطى بالتأمين الصحي. بيقال انها ممكن لا دلوقتي بال3500 مثلا، تمام. فانت في اول حاجة انت بتبتدي تدخل معلوماتك وبتعرف، بتروح ممكن تروح اللي هو المكتب بتاع السوشيال سيرفيس نفسه اللي انت كنت قبل كده مقدم فيه، او بتسأل اي حد معروف مكانه وعنوانه. وممكن المكتب ده برضو يساعدك على فكرة، لو انت مش هينفع انك تتغطى بالحكومة هيقول لك انت ممكن عندك اوبشن ايه، عندك اختيارات ايه، فممكن تختار منها.
بالتليفون، في عندك بالتليفون 800 نمبر، وهنحاول برضو زميلنا بعد شوية نحاول نطلب التليفون ونشوف التليفون وفي لغات، فلو انت بتتكلم باللغة العربية هتلاقي تطلب اللغة العربية هيتكلموا معاك باللغة العربية، بيحاولوا يساعدوك بأي طريقة. في مكاتب مختلفة في أماكن مختلفة على حسب السيتي المقاطعة اللي انت فيها برضو ممكن يساعدوك. فإذا ما تقلقش، يعني ما فيش حد بيسموها don't panic، يعني ما تقلقش خالص ولا تتوتر ولا تحس ان الموضوع مبهم. ولا هو لما بتدخل على الويب سايت بتلاقي حاجات كتيرة جدا، بتحس ان الدنيا ملعبكة، انه في يا جماعة انا فين انا مين. لا ما تقلق، يعني بالراحة وهناخدها مع بعض. السلايدز دي هتوضح لنا الامر جدا جدا، يعني اللي احنا هنعرضها على حضراتكم واحدة ورا التانية. اللي عنده اسئله من فضلكم، احنا هنأجل الاسئله ليه بعد ما نشوف ده، عشان ممكن جدا سؤالك يكون اجابته في السلايدز اللي دكتور ماهر هنتطرق ليها ونعرضها. لو مش موجود او لو عايز توضيح اكتر على حاجه انت تجاوب عليها في السلايدز دي بس انت مش فاهمها، كلمونا وهتفتح الخطوط، لانه احنا هدفنا عايزين نساعدكم. عايزين نساعدكم يا جماعه، ما تاخدوهوش بان ده قانون احنا مجبرين ليه، خدوه بانه انت دلوقتي النهارده لو قانون حزام الامان ده هو هيفرق ايه مع اداره المرور ولا هيفرق ايه مع البلد؟ هو ده في الاول وفي الاخر مش حمايه ليك انت، ان لو حصلت حوادث الناس دارسه ان حزام الامان ده هيحميك انت لما وحاطط لك غرامه، ما هو لا بس عشان ده هيحميك انت، هيحمي حياتك انت، لانه ثبت ان حزام الامان بيقلل حوادث، بيقلل الموت في الحوادث او الاصابات بنسبه كبيره. لما اقول النهارده في قانون للتامين الصحي، احنا عارفين على فكرة ان في عيوب، مفيش قانون في الدنيا، مفيش حاجة في الدنيا ممكن الكل يتفق عليها، في عيوب، واحنا بنبتدي نمارس ونقدم هنلاقي في حاجات كتير ممكن تضايقنا وتتعبنا، لكن اخد الفايدة، ابص للجانب المفيد من الموضوع. انا هيتأمن عليا تأمين صحي انا وولادي وبيتي، علشان لو لا قدر الله حصل لنا حاجة الاقي ان انا اقدر الحكومة هتغطي جزء، واللي انا بدفعه كل شهر هيغطي جزء، ومش هتقارنه ابدا بلو لا قدر الله حصل لك حاجه ودخلت المستشفى ولقيت فاتوره قد كده. يبقى انا لمصلحتنا احنا ان يتامن علينا، لمصلحتنا قبل كل حاجه. نبتدي مع بعض عرض السلايدز مع بعضينا. اوكي. دي اول حاجه ايه يا دكتور؟ طيب ده السلايد احنا بنقول فيه ان ده التعاون ما بين الكفرد كاليفورنيا اللي هو المكان بتاع كاليفورنيا لل Affordable Care Act، تعاون مع كلية البطن الأمريكية ومع الفاميلي فيزيشنز أطباء العيلة وآخرين في نشر المعلومات على إيه هو Affordable Care Act أو أوباما كير. السلايد اللي بعده بيقول لك حاجة بسيطة جدا، هل أنت عندك تأمين ولا ما عندكش؟ هنروح للي بعده، بيقول عندي تأمين، يس معايا تأمين، عندي تأمين من خلال الشغل بتاعي، ما أنا هاخد نفسي كمثل، عندي تأمين من الشغل بتاعي خلاص أنا أوكي. اللي بعدي أنا ما عنديش تأمين. طب ممكن أقف عند حتة الشغل، في بعض الأشغال بزا. أو بعض المؤسسات اللي بيعملوا فيها بعض الناس قالت لهم يا جماعة أن أنتوا لازم مش هينفع الانشورنس بتاعكم يبقى من خلالنا خلاص، لازم ننضم لأوباما كير، وبالفعل ده حصل في بعض، لأنه كل بيقول لازم قبل أول 2014 تكون أنت مقدم يكونوا مقدمين، فدي برضو سيتويشن، يعني ده موقف معين في بعض الشركات والهيئات تعرضوا له، فده برضو خلاص هو نقل من الانشورنس اللي كان الشركة بتعمله له، وممكن يكون بيدفع أكتر بس برضو خلاص، لأنه هو شايف أنه صاحب العمل عنده برضو دي من ضمن العيوب اللي قالها لك، قال لك ما أنا صاحب العمل اللي هو مأمن على الناس وبيأمنش على الناس اللي هم البارت تايم اللي هو بيشتغلوا بساعات عمل مؤقتة صغيرة اللي هي مش فول تايم يعني، فقال لك ممكن يروح صاحب العمل يروح قالب الناس كلهم الفول تايم يخليهم بارت تايم عشان مش عايز يتكلف حاجة مثلا، فبدل ما بيعمل كده بيقولك لا احنا خلينا كلنا نبتدي نشوف أوباما كير ده ونتفق ونتعامل معاه. هو توضيح للنقطة دي، كان أثناء لما كان بريزيدنت أوباما بيتكلم على القانون كان بيقول حاجة، بيقول لو انت عندك تأمين خليه زي ما هو، لو تشوف دكاترتك زي ما انت. الحكاية دي ما كانتش دقيقة، والرئيس اعتذر، زعلت الناس منه بالظبط، والرئيس اعتذر من حوالي اسبوعين ثلاثة لان دي ما كانش دقيقة، لسبب ان مع القانون بيطلب ليفل عالي من التأمين، نعم، لمصلحة الناس،
ففي كان بوليسيز او حاجات تأمين مش ما فيهاش الكفاءة بتاع القانون بيطلبه. فبالتالي شركات الانشورنس قالت مش هنقدر نخليها. فناس كتيرة ابتدت تسمع تقول ان البوليسي بتاعتي اتلغت. التأمين بتاعي او وثيقة التأمين وثيقة التأمين الصحي بتاعتي اتلغت. بالظبط اتلغت. ليه؟ لان ما مش كفاية للي مطلوب من التأمين من القانون الجديد. فبالتالي الناس اضطرت تغير. فكده الكلام اللي كان بيتقال هيفضل معك تأمينك زي ما انت ما بقاش مظبوط، ولا دكتورك زي ما انت ما بقاش مظبوط. فدلوقتي بيحاولوا انه يبقى في تعاون مع شركات التأمين، ادوهم لمدة سنة انه مش لازم يلغوا البوليسي القديمة. فدي منطبقة على ناس وناس لا، يعني مش قاعدة عامة ان الكل اللي عنده تأمين هيفضل محتفظ بيه، لا في بعض الناس. بالزبط. ولان شركة التأمين ممكن تتعرض للمساءلة لو هي فضلت مأمنة على حد بنظام مش هيغطي الاحتياجات على حسب القانون، فبالتالي هتلاقي شركة التأمين نفسها بتقولك انا مش هينفع اغطيك خلاص، يعني مش هينفع لان ده قانون، في مواد معينة محطوطة في القانون ده لو شركة التأمين دي ما التزمتش بيها ممكن تتقفل تتعرض لمساءلة. فبيعرضوا على الناس يعني الخطط بتاعت اوباما كير بقى، الاختيارات اختيارات بالظبط من الحاجات، بوليسيز جديده او وثائق جديده يكون فيها الحاجات المطلوبه بالقانون. تمام ودي هنجيلها في دقائق. نكمل السلايدز معلش يمكن وقفتك. اتفضل زميلنا السلايد اللي بعدها. السؤال السلايد اللي بعده اللي هو بيتكلم لو انت ما عندكش تامين. لو انت ما عندكش تامين بيقول لك يعني help is on the way، يعني في مساعدة هتجي لك بنظام اللي هو الـ Affordable Care Act. متهيألي لو الستايدي ممكن يبقى أكبر شوية لو سمحت لو تقدر. فهنا بيوضح حاجة، بنرجع لنقطة واحد من السلايد بسرعة، ليه الناس ما عندهاش تأمين صحي؟ لو عندهم مشكلة قبل كده ما يقدروش ياخدوا تأمين، بيكون غالي قوي أو الشركات ما غالبا متردش. الفلوس يعني خلينا صراحة، غالبا بيبقى ما معوش فلوس إنه يدفع التأمين الشهري. بالظبط بالظبط. أو الشغل بتاعه مش بيدي تأمين، لأنه معظم الناس جزء كبير من الناس من الشغل اللي بعده لو سمحت السلايد. بالقانون الجديد هيبقى فيه تأمين، يعني لازم هيبقى فيه تغطية، ما حدش هيتقال له انت كان عندك كذا قبل كده ما تنفعش. مش هيبقى في حكايه الحدود ان يقول لك هنصرف عليك لغايه كذا وبعد كده ما ينفعش بالسنه او طول العمر. ودي مهمه جدا، لان كانت مشكله انك لو انت عندك حاله صحيه مزمنه او حاله يعني عندك اي نوع من انواع الامراض، جالك اي حاجه، عندك كانسر لا قدر الله، يعني شر عليكم كلكم، لكن كانت بتبقى فيها عقبات امام شركات التامين، او ممكن تبص لأ انت نفسك عشان انت كنت مريض قبل كده بيحط لك مبالغ اكتر من الانسان العادي، فكده مفيش ده. الجزء ده اتلغى خالص. اتلغى خالص، ودي حاجه كويسه. دي حاجه ممتازه، دي بيوافق عليها كل الناس اللي هم الجمهوريين الديمقراط، كل الناس بيوافقوا على النقطه دي. تمام. السلايد اللي بعده بيتكلم على حكايه ايه هي الاسينشال افوردبل كير اكت. بالظبط. ايه الكفر ده هيبقى ايه؟ حاجه اسينشال بنفيتس. فبيتكلم انه هيغطي الزيارات للدكاتره في الاوفيس، يغطي الامرجنسي الطوارئ، يغطي دخول مستشفى. نعم. يغطي بالنسبه للولاد الماترنيتي والنيو بورن، لان كان حد سالني بالزبط. على موضوع الحوامل والولاده والطفل المولود. بالظبط. ويغطي الحاجات النفسيه. ويغطي الادويه، ويغطي الريهابليتيشن اللي هو اعاده التاهيل. التاهيل. بالظبط. يغطي التحاليل. يغطي حاجات الوقايه. زي الكولونوسكوبي، التطعيمات بتاعت الفلو والحاجات، فلو شوت مثلا، والحاجات بالزبط. الماموجرام، الحاجات يعني حاجات كتيره. ويغطي الاطفال. بالظبط. بيدياتريك. طيب يبقى هنا دي الحاجات الاساسيه اللي اي شركه تامين مش بتغطيك في كل الحاجات دي مش هتنفع تغطيك انيمور، مش هينفع تغطيك خلاص، لازم بالزبط. كل دول بالظبط. تمام كده، وده الاساسي اللي هم بيعتبروه دي الحاجات الاساسيه الهامه جدا. هو از اليجيبل. الخطوه اللي بعدها مين اللي من حقه التامين دون؟ الناس اللي هي قانوني في كاليفورنيا، احنا بناخد كاليفورنيا كمثل زي ما قلنا. يعني اي واحد مقيم اقامه رسميه في الولايات المتحده الامريكيه.
هو ده اللي من حقه يكون او لازم يكون عنده تأمين صحي. بالظبط. اللي مش هيكون من حقهم الناس اللي هم ما عندهمش دوكيومنتس، ما جايين من غير اوراق، جايين بالزبط. البلد داخلين الورق من غير البلد من غير اوراق او بالظبط الكارنتلي، او الناس اللي هم في السجن طبعا ده مش من حقهم. دول بيبقى ليهم تأمينهم جوه او تغطيه جوه السجن. تمام. فالكفرد كاليفورنيا دول بيقول لك طب احنا ايه بالظبط؟ الكفرد كاليفورنيا دول بتوع كاليفورنيا اللي هو الجزء بتاع الاوباما كير او الاكونت الاي سي اي الافوردبل كير اكت بتاع كاليفورنيا. وده ستيت. Yeah. اللي بعدها ده الستيت اوف كاليفورنيا، حتى اسمه كفرد كاليفورنيا او كفرد سي اي دوت كوم، لكن ده مش معناه انه هو بيزنس، ده كاليفورنيا ستيت. اللي بعده لو سمحت، الفيجن بتاعتهم ان هم او يعني الرؤيه بتاعتهم ان هم عايزين يوصلوا التامين الصحي لكل الناس في كاليفورنيا، عايزين يحسنوا صحه الناس في كاليفورنيا. هنمشي للي بعد. ايه اللي هيديهولنا بالظبط؟ هيلث انشورنس ذاتس افوردبل. النقط دي هنقف عندها شويه صغير. فكلمه افوردبل تاني اللي هو يعني الواحد يقدر الحاجه القيمه الماديه اللي اقدر ادفعها. بالظبط. انا مش عارف بالعربي بالظبط. لا مش الكلمة مشكله المناسبه لأفوردبل، لكن حاجه تقدر عليها الواحد بالزبط. يقدر عليها yeah. حسب الظروف الماديه. يعني بالزبط. انا بقدر ادفع ده. بالظبط بالظبط. فهتبقى مبنيه على الدخل، على الانكم. هيبقى في طبعا حاجات الكوبايز وحاجات اللي بندفعها وحاجات الديدكتبل كله هيبقى متعلق. نفهم برضو اللي هو مش عارف يعني ايه كوبايز. يعني لو انت بتروح مثلا النهارده، لان لو انت بتتنقل من التامين الصحي اللي تبع الحكومه للتامين مع الشركات دي او مع الاوباما كير الافوردبل كير، انك انت في حاجه اسمها لما بتيجي رايح لدكتور مثلا يقول لك انت بتدفع 10 جنيه لزياره الدكتور ده، لما بتيجي تصرف روشتة انت الاول في الحاجات بتاعه الحكومه كان كل حاجه فري تمام، يعني بلاش تماما. تيجي مثلا يقول لك التحليل ممكن تدفع مش عارف 2 3 دولار 5 دولار، الدواء برده مش عارف تدفع 2 3 دولار، دي اسمها الكوباي. فكل برضو نظام من هذه الأنظمة اللي احنا هنتعرض لها مختلف في موضوع الكوباي، أو وبيقول لك برضو ان الكوباي دي اللي انت تقدر تدفعها برضو، اللي هي المشاركة دي، الجزء اللي انت بتشارك فيه يعني بجانب اللي انت بتدفعه كل شهر. بالظبط. وبعدين الجزء بتاع حاجات البريفنشن دي مفروض تبقى فري بس زيرو ديدكتبل فور ماني بلانز. يعني بالظبط دي معناها انك انت مش بيقط من السالري بتاعك ولا ايه، من الانكم بتاعك ولا زيرو ديدكتبل. في بعض منهم يبقى زيرو ديدكتبل، زي حكايه التامين العربيه لما مثلا يقول لك اول 500 دولار عليك مثلا، فيقول لك في شركه ثانيه تقول لك لا انا احسن عشان انا مش بدفعك حاجه. وبرضه نفس الحكومه هتساعد زي ما تشوف في الامثله اللي جايه، ان في ناس حسب دخلهم ممكن ما يدفعوش حاجه خالص في الديدكتبل ده. ومهم قوي البريفنتيف كير، يعني مثلا انت بتاخد اللي هو دواء السيوله، فانت عندك تحليل دوري، تحليل كل 3 اسابيع كل شهر، التحليل ده انت مش هتدفع ثمنه، مفروض ما يدفعش لان ده بريفنتيف، يعني انت دلوقتي عشان يقيك من حاجات تانية. او الماموجرام اللي هم بالنسبه لاكتشاف الاورام الثدي المبكره، ففي حاجات معينه اللي هي بتقي بعد كده، يعني لو احنا اكتشفناها مبكر اقدر امنعها، وبالتالي هوفر على الحكومه اموال كتيره، وهوفر عليا انا برضو عليك، لانك انت ممكن تلاقي نفسك بتدفع كوبايز في حاجات تانية لو لا قدر الله جالك حاجات اكبر. يعني السلايد اللي بعده بتدينا امثله لشركات التامين اللي قدامك اللي انت تقدر تامن معاهم في اي واحده من دول. هو مش بيجبرك برضو هنا ان انت تختار، مش كده ولا ايه؟ لا، هو بيديك الفرص وانت بتختاري. دي بيسموها الاسم التاني باي ذا واي، بيسموها الماركت بليس، يعني السوق. يس. يعني كان الواحد نزل بيشتري حاجه، دي زي الاكستشينج برضو. ما هو ده الاكستشينج. هو ده الاكستشينج. بالظبط. فانت نزلتي مثلا وعايزه تجيبي حاجه معينه. يس. فعايزه تشوفي ميزات ده وده ايه وتقرري ايه اللي انت عايزاه. تمام. فهنا شركات مذكوره منهم كايزر وهيلث نت وحاجات زي كده، يعني بيديك امثله. فالي مولينا دي برضو اللي كانت بالنسبه للتامين الصحي اللي تبع الحكومه، وفي برضو بيتهيألي انلند. يعني اعتقد ان يعني دي كلها الشركات. في ميزه دنتل،
الدنتال قال لك، بس هو الدنتال ما قالكش انه من اول يناير، قالوا من اول ابريل غالبا هيدخلوا موضوع الدنتال اللي هو اطباء الاسنان. ده في المستقبل، ده اللي انا فاهمه ان ده في المستقبل. لا مستقبل مش بعيد، قال لك حوالي 4 شهور 2014 هتبقى ليك تغطيه، وهيبقى فيه نظام لانك انت برضو تختار ازاي ان انت تبقى متامن عليك بالنسبه لعلاج الاسنان. علاج الاسنان في الولايات المتحده الامريكيه من اغلى العلاجات، فعشان كده كان في الاوائل الحكومه رفضته لفتره طويله، كانت الحكومه بتتكلف كتير قوي، فكنت تلاقي يقول لك انا بغطيك صحيا لكن مش بغطيك بالنسبه لعلاج الاسنان. فدلوقتي النظام الجديد واللي انا قريته ده من خلال انا دخلت، يعني هو دكتور ماهر طبعا من الاسم واضح مشاهدينا ماهر رومان منى رومان يعني اخوات في البيت يعني. فكان دكتور ماهر خلاني نالي اكسرسايز يعني تجربه ليا، ادخلي على الويب سايت انت وشوفي هتفهمي ايه. فالحقيقه انا في حاجات فهمتها وفي حاجات ما فهمتهاش، من ضمن اللي فهمتها كانت النقطه دي انه من ابريل 2014 او يمكن مايو، معلش يعني anyway يعني كام شهر في السنه، يعني نص السنه تقريبا هيبقى في موضوع التأمين على الأسنان. هو الويب سايت ده يعني يعني مهم ان الواحد يدخل عليه، او لو الواحد ملوش في الحاجات دي من الفاميلي، يعني الفاميلي بتاعتنا ممكن حد تاني يدخل على الويب سايت ويقرا شويه ويشوف شويه. بس هو صدقني معقد، بس هقول لك حاجه فضل. انا اكتشفت انه معقد ليه؟ لان هو عايز يجاوب لك على كل الاسئله اللي ممكن كل الناس تكون بتسالها. أيوة. وعلى الاختيارات المختلفه وعلى الانكمز المختلفه يعني، فبالتالي تلاقي انه مكلكع كده شويه، لانه مليان معلومات كتير جدا عشان يغطي لك كل حاجه. بالظبط، فمحتاج ان الواحد يقضي شويه وقت عليه على الويب سايت ده اللي يقدر يدخل ويستمر شوية. وفي حاجات هنجيلها بعد شوية، يعني ممكن بيحسب لك ويديك تقييمات لأنت اللي يناسبك في مواضيع الويب سايت ده. فالسلايد اللي بعده لو أمكن. What we offer زميلنا، السلايد اللي بعدها اللي هي What we offer they cover the California marketplace. بالضبط، فهم بيقولوا دلوقتي ايه اللي متاح في الاماكن المختلفه. ففي منهم لوس انجلوس كاونتي هنا، ولوس انجلوس كاونتي ايه الشركات اللي فيها. طبعا الميديكال في الباتم على الحته اللي من تحت الاصفر، الميديكال ده في كل كاليفورنيا، لكن كل كاونتي فيها حاجات مختلفه. تلاحظ ان الكايزر موجود في كل واحده منهم، فدي برضو معلومات موجوده لما الواحد بيختار لنفسه بعدين زي ما هتشوف بعد شويه. هندخل على السلايد اللي بعده لو امكن. في جزء للسمول بزنس بيسموها شاب، سمول بزنس هيلث اوبشنز بروجرام، ده للناس اللي عندها سمول بزنس اقل من 50 موظف. ومعلومات على ايه فايده الضرايب والكلام ده كله. تاكس كريديت. بالظبط. يعني ايه تاكس كريديت؟ يعني بيدوهم خصم من الضريبه. اوكي، خصم من الضريبه. وبلان تشويسز، الخطط اللي انت بتختارها. رايت. فاللي بعده بيقول لنا What we're not بيتكلم على covered California كويب سايت بالنسبة للناس اللي هنا في كاليفورنيا. بيقول لك ان احنا ما احناش government insurance اللي هو الميديكال، يعني هو الميديكال one of the options. فما هوش اللي هو يعني مش government، يعني اللي هو هو مش النوع ده، يعني عايزان يوضح لك ان هو عنده اكتر من option زي ما احنا شفنا. عايز يقول ان هم اللي هم زي الاكسشينج دون او الماركت اللي انت بتدخل وتختار. بتدخل وتختار اللي انت عايزه. ما هماش طب اجتماعي ولا طب شيوعي ولا كلام من ده، يعني بيقولوا هم ايه. السلايد اللي بعده هنفوت السلايد ده وندخل على اللي بعديه لو امكن. اوكي، دي شوية معلومات بتقول لنا مثلا ان 5 مليون، اكتر من 5 مليون واحد في كاليفورنيا ما عندهمش تأمين صحي دلوقتي. نصهم، نص الخمسة مليون، يعني اقول 2.5 مليون وشوية، هيبقى من حقهم ان الحكومة هتساعدهم. يعني مش لوحديهم خالص، يعني مش التأمين لوحدهم خالص. والنص التاني مش هندخلهم معالي شوية، مش هينفع ان الحكومة تساعدهم. السلايد اللي بعديه targeting potential enroll بيدينا فكرة مين الناس اللي تستفيد. لو اللي يعني بحكاية التدعيم، السبسيدي، التدعيم.
بس دي اكوردنج لي جايبها اللاتينو والايجن واذر ووايت مقسمينها بال بوبوليشن توزيع السكان الموجودين بالزبط. من ناحيه الريسز المختلفه مش كده بالظبط طبعا تمام. دي معلومات يعني نبقى عامه ما اعتقدش يعني تمام معظمنا عارفين في كاليفورنيا في نسبه كبيره من اللاتينو او الهسبانيك او المكسيكان فطبعا الغالبيه من المستفيدين من القانون اللاتينو كوميونتي بعد كده بيقول لنا فين الناس دي بيشتغلوا فين الناس اللي ما عندهاش تأمين دي ففي منهم طلبة جزء كبير طلبة في منهم بيشتغلوا في المباني construction وفي بيشتغلوا في الفلاحة أو في المطاعم ف يعني بيدينا فكرة للي عنده اهتمام عايز يعرف ايه القانون والمعلومات دي يعني دي برضو على اعتبار ان ده الاحصائيات اللي عملوها واللانجوج بقى بالنسبه للانجوج بيقول لك اولموست 58% بيتكلموا انجليزي كويس و42% ما بيتكلموش انجليزي كويس فيعني نسبه كبيره من الناس زي ما تقولي المهاجرين الجداد لامريكا انا شايفه بس دكتور بعد اذنك لو استاذنك ان هو في احصائيات يمكن مش هتهم عايزين برضو بالزبط. نحاول نروح للحاجات انه برضو نسكيب بتهيألي اللي بعدها اللي هي كوميونيتي اوتريتش نتورك مين اللي هيقدر مش كده كوميونيتي اوتريتش نتورك دي برضو معلومه عامه يعني يعني على قد ايه الناس اللي هيوصلوا لهم ففي معظم المجموعة اللي توصل لهم هيكونوا في جنوب كاليفورنيا اللي بعدها دي بقى يمكن هي اللي بتتكلم عن الأنواع بريميوم بالظبط اوت اوف بوكيت وافوردبل ايه هو الافوردبل داون اللي بيبقى عنده تأمين صحي بيدفع مبلغ كل شهر فيبقى فيه تسهيل في المبلغ ده قد ايه وبرضه بيدفع حكاية الديدكتبل والخصومات دي وبيدفع للدكتور أو بيدفع للأشعاعات لزيارة المستشفى بيدفع اللي هي الكوبايز دي فالأفوردبل كلمة الأفوردبل القانون بيحاول يساعدك في كل الحاجات دي طيب. حسب احنا نضم إلينا دكتور ماهر دكتور سمير بنوب دكتور سمير بنوب أستاذ ومستشار التخطيط بالإدارة الصحية الدولية دكتور سمير برحب مع حضرتك معنا دكتور سمير ايوه مع حضرتك اهلا بحضرتك والحقيقه يمكن نعرف مشاهدينا دكتور سمير من الاطباء المصريين اللي الحقيقه كان اخذ شهره كبيره وجميله جدا من ناحيه انه من الاطباء المصريين اللي تم تكريمه من قبل الرئيس اوباما وانه كمان كان مشارك بشكل او باخر بالنسبه لهذا النظام فاحنا هنتعرف من حضرتك يا دكتور كانت ايه هي مشاركتك بالنسبه لوضع هذا النظام للتامين الصحي يعني شكرا على التقديم الموضوع هو من اختصاصي الـ Comparative Health Systems أو الدراسات المقارنة للخدمات الصحية ومن زمان قوي كان مشكلتي أنه أمريكا البلد الوحيدة الصناعية اللي فيها ناس مش متأمن عليهم وعملت بحوث كده كتير وطلعت اقتراح بهيلث انشورنس سنه 90 وده راح للرئيس بيل كلينتون وهيلاري كلينتون وبرضه الموضوع ما مشيش زي ما قال زي الدكتور ماهر ما قال لاسباب سياسيه وبعدين استمر اول ما طلع جه الرئيس اوباما دي كانت على اول اولوياته فقدمت اقتراحات وكنت مشارك باستمرار في التطويرات اللي حصلت على خروج القانون تمام ده يعني بالنسبة للهيستوري بتاعها للبارت أو للجزء اللي حضرتك كنت مشارك فيه بالضبط وفي الآخر نقدر نقول دلوقتي القانون هو بقي الموضوع بقي قانوني وخلاص دلوقتي لازم الكل يبقى متأمن عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ده خطوة ذهبية في تاريخ الولايات المتحدة بعد الميديكير والميديكيد سنة 65 يعني أوروبا كلها دخلت في الناشنال هيلث انشورنس أو التأمين الصحي الشامل والتغطية الشاملة من بعد الحرب على طول قبلها حتى ألمانيا في الثلاثينات واللي تقاعس وتأخر فيها هي الولايات المتحدة مع انه ترومان قدم اقتراح سنة 35
والامريكان ميديكال اسوسيشن اجمته على انه شيوعي. واستمر المقاومه لغايه ما دخلت اكثر شركات التامين في الموضوع، وما زالوا الى الان. يعني الافوردبل هيلث كير اكت اتقدم ضده 24 طلب لسحبه فور ابيلينج، ولسه هيحاولوا. يعني كان جزء من الشات داون انه على الاقل يفرمله يوقفه. فاحنا عاوزين نطلع من التسييس او بوليتيزيشن اوف هيلث، ودايما ننصح البوليتيشنز في كل الدنيا طلعوا الصحة بره من الخلافات السياسية. السياسية تمام. يمكن ده اللي انا قلته في المقدمه يا دكتور سمير، واضح ان حضرتك كنت متابعنا، انه احنا بغض النظر احنا دلوقتي النهارده عايزين نقدم الخدمات اللي الانسان هيستفيد منها. الا النهارده احنا بنخاطب المجموعه المتحدثه باللغه العربيه، مش بس المصريين، العرب عموما المتحدثين باللغه العربيه اللي معاهم الاقامه الامريكيه او الجنسيه الامريكيه. ودول نسبه الغير، يعني نسبه الغير مؤمن عليهم في امريكا، هو العدد 46 مليون. واحد من كل ستة. نعم. والنسبة في العرب أكتر. اللي هم ده بخلاف اللي بدون إقامة شرعية، يعني اللي بالإقامة الشرعية، يعني من 46 مليون فيهم نسبة العرب أكتر من 46 مليون. يعني بدل واحد كل ستة خليها واحد كل خمسة أو كل أربعة على الأقل في العرب. وده بالتالي يبين قد إيه مدى أهمية حلقتنا النهاردة. الحقيقة أنتوا تفضلتوا بشرح كل المحاذير اللي دي، هو اللي أنا أزود عليه بس أنه فضل. بصرف النظر عن أنه هيجيله فواتير وكلام من ده، هو بيأخر الحالة الصحية دخوله السيستم. يعني مثلا واحد عنده ضغط دم مرتفع، وده واحد من كل أربعة في الأدلتس، في الناس الكبار، ده بيفضل عادي ما فيهوش أي أعراض، عندي صداع ما يعرفش، أو عرف وما بياخدش علاج، لغاية ما بعد 10 سنين يخش بي لا قدر الله هارت أتاك. والكلام ده نتيجة العلاج ما بتبقاش زي ما تعالج من الاول ابدا، تبقى متاخر، ابتدى متاخر متاخره، فبنسميها تو كوستلي اند تو ليت. يس. الاكتر من كده انه إن غير نتيجه العلاج، انه هو الشخص زي ما قال الدكتور ماهر 46% من البانكربسي اللي هو الافلاس بسبب الميديكال بيلز. فدي ما فيش العذر اللي واحد بعت الافوردبل هيلث كير اكت انه ما يبقاش عن تامين، الحقيقه ملوش عذر، يعني غير مقبول. لانه في خطط، دي اللي احنا عايزين ندخل فيها دكتور سمير مع حضرتك. ويمكن دكتور ماهر كان بعت مجموعه سلايدز، وانا عارفه حضرتك كمان، انا بعتهم لزميلنا، اخر ايميل وصلك زميلنا المخرج، انه بنحاول من خلال عرض الشرائح او السلايدز دي اللي احنا بنعرضها على المشاهدين، ان احنا عايزين نفهم دلوقتي. فاحنا وصلنا لغايه انواع البلانز او الخطط المختلفه المتاحه. الصوت كان قاطع، لو تكرري حضرتك السؤال. انواع الخطط، يعني احنا وصلنا مع بعض دلوقتي. طيب خليني اقول لك الفيتشرز الاوله بتاعه القانون. نعم. يعني هو اللي هي المزايا، المزايا يعني او الملامح الرئيسيه فيه. القانون اتعمل لانه احنا النهارده بندفع 17% من الدخل القومي لامريكا في الصحه. نعم. المتوسط في كل اوروبا 9.5 إلى 10%. yeah. يبقى بندفع ضعف الدخل. طب بناخد ايه؟ بناخد اقل عدد واقل كمية من الخدمات الصحية. يعني البني ادم في امريكا بيعمل 4 زيارات في السنة. في المانيا بيعمل 6، في فرنسا بيعمل 5، في اليونان اليابان بيعمل 11. وبعدين برضو لو خدنا نسبة الإدخال المستشفى أقل من أوروبا، والبقاء في المستشفى لو الواحد دخل أقل نسبة. المؤشرات الصحية للسكان، على عكس ما احنا في وهم انه الجودة الكواليتي عالية، احنا نمرة 19 في الدول الصناعية. yeah.
فإحنا بندفع أغلى ثمن لأقل كفاءة خدمات صحية في الدول الصناعية. السعر التكلفة بتزيد، يعني من سنة 2000 ل 2012 ارتفعت التكلفة من 4000 تقريبا ل 8000 دولار في السنة للفرد، يبقى زدنا ضعف في 12 سنة. اللي بيدفع التكلفة العامة دي مين؟ البني آدم أو المنتفع، صاحب العمل والحكومة. الحكومة بالبرامج بتاعتها اللي هي الميديكير والميديكيد والفترانز وشوية برامج جنبها. ويفضل الان انشورت. لو ارتفع 100% في الحقيقة ارتفع بالنسبة للمنتفع 137%. ليه بقى؟ الحكومة سحبت شوية تمويل، زودت بريميوم وديدكتبلز، وبرضو المنتفع بيقلل. فاذا احنا كناس بتغلى عندنا قوي تكلفة العلاج. لو فضلنا على كده من غير القانون ده أو قانون مماثل له، توقعون التوقعات إنه سنة 2025 هيبقى الإنفاق الصحي 25 بدل 17% من الدخل القومي، وعدد الغير مؤمن عليهم 60 مليون. يعني بالعربي كده البلد ما تقدرش تعيش ب الغير مؤمن عليهم والارتفاع الغير محسوب للخدمة الصحية. القانون بقى هيعمل ايه؟ اول حاجة بيجبر اصحاب العمل اللي فوق 50 عامل على انهم يأمنوا على الموظفين عندهم وإلا يدفع غرامة. وبعدين بيجبر كل واحد ان يبقى كامل، كل يبقى عنده تأمين. ودي حضراتكم غطتوها بشيء عظيم. ده بالضبط هو اللو اوف لارج نمبرز في الانشورنس. ما اقدرش اقول تخش او ما تخشش، لانه اللي ما بيخشش ده بيحمل التأمين الانكمبنسيتد كير. هو ما بيخش المستشفى ومعهوش فلوس، بيروح ده انكمبنسيتد كير للمستشفى، تقوم مستشفى تاني سنة على طول رفع تكلفتها بالنسبة لخسرتها دي. فبنسميهم الفري رايدرز اللي هم راكبين ببلاش يعني. فإذا لازم يخشهم في الطابور ويبقوا زيهم زي الناس، زي ما بندفع سوشيال سيكوريتي غصب عننا وناخد سوشيال سيكوريتي، وزي ما بنأمن على العربية زي ما تفضلتم، يبقى لازم نمشي في التأمين. فهو القانون بيقول لصاحب العمل اللي هو 50 فما فوق، الأقل من 50 معلوش أي حاجة، وياريتهم كانوا عملوها 10 لأن ده كان اقترحنا الأولاني. يعني أنا شايفة برضو أنه عدد 50 ده كتير شوية. ما هو القانون عمل حسابه أنه من 46 مليون 32 مليون على الأقل هيتغطوا، وده يحل مشاكل كتير. ياريت كله. الفرق ده هيكون مين؟ الليجال ايليانز اللي هم بدون اقامه شرعيه. والناس اللي هتفضل يعني تفلفص من القانون شمال او يمين. فهو طيب البيزنس الصغير بيشتكي. او البني ادم اللي ما خدش انشورنس بيشتكي. طيب هندي لك سبسيدي وهدي لك تاكس كريدت، يبقى انا بجبره ده بقى العصايه اللي هي الغرامه. اني هساهم معاك. يعني اللي كان بيشتري وثيقه تامين ب 300 دولار وكان دخله اقل من حد الفقر الفيدرالي اللي هو 11500، ده هيطلع من 300 دولار دي هتطلع عليه مثلا ب 100 دولار. يبقى ما عندوش حجه بقى. بالظبط. لازم يخش يشتري. الغرامه اللي هيدفعها بعد سنتين الدكتور ماهر اللي هي 2.5% التصاعديه دي تقريبا حوالي 700 دولار في الشهر. فاذا مفيش حل. بالجزره وبالعصايه اصحاب العمل زائد الاشخاص ياخدوا تامين. جه بقى رفع التامين على الديبندنس او المعالين او الاسره من 18 ل 26، ودي جميله جدا وانقذت عدد ضخم من طلبه الجامعه. وبعدين بقى طبعا ادى الخدمات الوقائيه بالكامل اللي هي تكتشف الامراض في الاول وكل الحاجات دي بدري. ما فيش
حد شركة تأمين تقدر تمنع واحد أو تغلي عليه for pre-existing conditions أو الأمراض السابقة زي الضغط والسكر والكلام ده. السيدات ما هماش أعلى من الرجال وده كان بيحصل, بياخدونهم تأمين أكتر. الحاجة الأهم ما يقدروش يسقطوا بوليسة واحد لأنه كلف كتير سواء في السنة أو على مدى حياة البوليسة حتى. القانون ما هواش يثابت بس على التأمين, ده هو باصص لحاجات تانية. القانون ده 1200 صفحة يعني خمسة ستة كده في الولايات المتحدة اللي أروم الجلدة للجلدة طبعا. ده في تطوير النظام الطبي والتعليم الطبي, احنا عندنا نقص شديد في التمريض, نقص شديد في الدكاترة. التعليم الطبي ابتدى يتسرب لدول الكاريبيا, انا مش عاوز اخش في الكلام ده. المهم ان القانون عام لإصلاح النظام الصحي ككل, تمام, مش بس التأمين, التأمين ده جزء منه. طب يعني صح, المنظومه كلها الطبيه بما فيها الدكاتره والمرضى وكله يعني الخدمه الطبيه عموما والتحكم في تكلفتها باسعار, وده مش هيضر لا الاطباء. يعني مثلا الاي ام اي الامريكان ميديكال اسوسيشن اللي طول عمرها بتعارض مثل هذه القوانين جت في ده ووافقت عليه جدا, لانها هي كمان بتعاني. مجموعه الاطباء اللي هم 850 الف او داخلين في مليون بيرحبوا بهذا التأمين, وخصوصا الأطباء العاديين منه. طبعا كبار الأطباء ممكن يكون عندهم تحفظات أو بتاع, إنما اللي هم دخلهم عالي محدش وبرضه هيفضل عالي يعني محدش هينضر, إنما هيبقى في تحكم شوية في أسعار العلاج لأنه إحنا عندنا أعلى تكلفة علاج في الدنيا في العالم كله. طيب النهاردة لو الناس بتقول لك أنا دلوقتي أفهم إزاي يعني أقدم إزاي, أنا كواحدة مثلا ما بقاش عندي تأمين صحي تبع الحكومة عشان كنت ما بشتغلش وبعدين بقيت بشتغل وعندي أولاد والظروف اللي حضرتك بنسمع ظروف مختلفة طبعا, فهنقول لهم هتبتدي إزاي, هتعمل إيه؟ هنبتدي إزاي؟ السؤال الأولاني, أنا فوق 65 يبقى عندي الميديكير والتأمين ده لا ينطبق عليا وده خلاص, ده اللي هم المسنين اللي فوق 65 عنده مشكلة اللي هو ما بياخدش بارت A في الميديكير لأنه ما عندوش 10 سنين سوشيال سيكيورتي. ده يقدر يتفاهم مع ميديكير يدفع مبلغ في السوشيال سيكيورتي, لو قالوا له لا ولقاه أغلى يقدر يقدم, إنما حاليا الميديكير ملوش دعوة بيها. اللي عنده تأمين مع شركة ومستقر يفضل فيها. فده اللي فوق 65 زي يعني ببساطة كده, ولو انه اللي فوق 65 ده برضو بننصح انه يشتري سابلمنت انشورنس اللي هو يغطي الحاجات اللي ما بيغطيهاش الميديكير. اللي تحت مستوى خط الفقر الفيدرالي اللي هو 11500 في السنة للفرد أو للأسرة اللي من 4 25000 وحاجة, ده على طول بيخش الميديكيد اللي هو عندكم في كاليفورنيا اللي حضرتك أشرت له على إنه الجوفرمنت, ده هيفضل موجود. في حاجات تانية برضو زي الشيب اللي هو الأطفال اللي ما هماش أقل من 18 سنة, أقل من 18 وما عندوش ما هماش في خط الفقر المية في المية, انما بين 100 و200%, وده بيختلف من ولاية للتانية. انا الميديكيد بطبيعته عبارة عن اشتراك ما بين الحكومة الفيدرالية والولاية للفقراء بالنسبة او للمحدودي الدخل, خليني استعمل لفظ كويس علشان يعالجوا برضو دولت عندهم ميديكيد يبقى كويس. هيفضل بقى الان انشورد تحت سن 65 واللي غالبا ما بيكونوا مودريت انكم يعني الدخل المتوسط. لا ده هم الظريف في القانون انه بيدي السبسيدي وبيدي الكريدت. سبسيدي يعني اللي هو مساهمه الحكومه في التامين. يعني انا لو الشركه قالت لي هتدفع 300 في الشهر وطلع دخلي 200% من الفيدرال انكم 22000 مش وحش,
أو لغاية 400% اللي هي 45,000 الحكومة هتدفع جزء. فالتلتمية دي تلاقيها ايه نزلت بقت 150 بقت 200 بقت 250 حسب دخل الأسرة. فهو هيدي سبسيدي وهيدي تاكس كريدت. يعني انا في التاكس ريتيرن بتاعي هيديني كريدت ودي غالبا هتندفع للشركة مباشرة كمساهمة. فاذا ده هيخفض الاشتراك على مش بس محدود الدخل على متوسط الدخل كمان، لانه لما تبصي 400% من الفيدرال ليفل في عيلة من اربعة ده 95,500 which is not bad at all يعني. فهنا القانون او النظام بتطبيقه هينفع ناس كتيرة قوي. الحاجة الاخيرة اللي احب برضو اوضحها انه موضوع اجبار الشركات 50 فما فوق اتأجل سنة عشان الاسباب اللي حضراتكم قلتوها، فمش هيطبق في 2014 انما في اول 2015. نيجي بقى للان انشورد ده ما عليهوش تأمين. ده لو اشترك قبل، هو كان 15 ديسمبر لغاية من اسبوع، اذا لو اشترك قبل 23 ديسمبر هينطبق عليه من اول يناير. هو طبعا من ضمن سوء الحظ يعني انه السيستم والويب سايت فيه مشاكل كتيرة. ودي يعني ما صدقوا ما شاء الله يعني يبتدوا يقضوها على انه القانون باظ خلاص فشل. لا هناخد لخبطة وقرارات تأجيل وكلام من ده السنة الجاية واللي بعديها، انما اخر المطاف القانون ده خطته لسنة 2020 وحيصرف تريليون دولارز الف مليار. وتمويله موجود يعني معروف هيتمول ازاي. وهيقلل يعني مثلا نسبة التضخم في العلاج او في الصحة نزلت من 8% في السنة الى 4% السنة اللي فاتت بس بمجرد بداية تطبيق القانون. فهو الاوبن انرولمنت مفتوح من او اتفتح من اول اكتوبر لغاية 31 مارس. فاللي عاوز من الان انشورد يخش التأمين يقدم في الفترة دي 31 مارس 2014. هيتقفل ويفتح تاني في اول نوفمبر عشان يخش في 2015. انما الوقت اللي عنده مفتوح الى 31 مارس. واللي ما عندوش تأمين دلوقتي والآن بقى بعد اللي قلنا ده يبقى لازم يعمل حسابه يعني يقدم بدري. طب احنا عندنا وقت اهو يعني لسه بدري كتير. يعني وبين كل ما اتاخر كل ما الويب سايت والسيستم هيصلح. السيستم عليه كريتش جامده دلوقتي انما بيعدوا انه بكره يعني الويك اند ده يكون اتصلح بحيث يستقبل 500,000 في اليوم ويبقى فيزيتد ب 800,000. فهيبقى الموضوع يعني ايه اللي هو healthcare.gov healthcare.gov ده السيستم في لكل واحده ولايه السيستم له لا حتى رقم عام اللي هو 800 318. ممكن نشوفه زمايلنا يعرضه لنا على الشاشه. 800 318 2596. ده هيلاقي ناس تاخد منه البيانات وتساعده. طيب الرقم ده موجود على على الويب سايت على اعتقد اي ويب سايت. ممكن زميلنا تفتح بس الويب سايت وهو 800 300 لا 800 318 2596 2596. ده اللي هو اللي يقدر يلاقي ناس على تاخد البيانات وتساعده وبالاخر هتبعت له الاوبشنز اللي موجوده في منطقه السكن بتاعته او في الولايه بتاعته ويقدر يقارن بينها يشتري ازاي.
في برضو حتى مهمة قوي اللي الواحد مثلا عنده بقالة او محطة بنزين ده اقل من سمول بيزنس، يعني القانون ما بيجبروش، انما ممكن ياخد ادفانتج بتاعته بانه يخش تحت السمول بيزنس اوبشن اللي هو شاب سمول بيزنس اوبشن بلان، ده يقدر يخش عن نفسه وعن عيلته ويقدر يخش عن نفسه والثلاثة أربعة الموظفين اللي معاه، وحياخد كريدت كويس قوي تاكس كريدت، وحياخد سعر أقل لأن قبل كده أما كان بيخش كإنديفيدوال الأسعار بتبقى غالية. فده في إيكوالي حيقدر يوصل للمرحلة ده. الشوب كول نمبر 800-706 7893. طيب ده نقوله تاني معلش يا دكتور 800-706-7893. تمام. فلو واحد عاوز يخش كسمول بيزنس اقل من 50 على فكرة انا هستأذن بس حضرتك عشان زميلنا يفهم ان احنا دلوقتي انا بعت لك الويب سايت الاولاني، لما بتفتح على التليفون الويب سايت الاولاني معلش زميلنا في الكنترول روم خليك معايا بعد اذنك، الويب سايت لما بتفتحه بتلاقي علامة التليفون، يعني ورينا دلوقتي علامة التليفون هتدخلنا على كل الكلام اللي بيقوله دلوقتي دكتور سمير، فمن فضلكم بس ودي كاليفورنيا بس، انما لو دخل على الفيدرال اللي هو healthcare.gov لا ما هو ده اللي انا اقصده يا دكتور. صحيح. فهو دلوقتي التليفون حضرتك ابتديت الاول بالتليفون العام اللي هو 1-800-318-2596 ايوه، بعد كده السمول بيزنس او الشوب 800-706-7893 بالضبط. هم الحقيقه خليني الخص في اربع طرق للتقديم. نعم. واحد انه to enter the information تدخل المعلومات على الكمبيوتر لو بتستعمل الكمبيوتر. في ناس قال لك انه مش سكيورد يا دكتور، في ناس قلقانة، ناس قلقانة وما اعرفش ايه اللي جالهم كده من ناحية ان هو insecure، يعني قال لك ايه، قال لك ان لا انا خايف ادخل بياناتي ودي بيانات critical بيانات، يعني وانه تقال ان هي مش ممكن اي حد هاكرز يدخل وحاجات كده، ففي ناس خايفة شوية. كل دي ما هو اصله اللي عاوز يعني يشتغل سياسة ويرسم على الميدترم إلكشنز يشيع بقى اللي هو عاوزه يعني. تمام. إنما هو ده. طيب. يعني إحنا عاوزين نكبر دماغنا. أما في أربع حاجات أهي. أدي على اليمين فوق الأزرق ده الكمبيوتر. الثاني التليفون الرقم اللي اديناه يطلبوا حيلاقي ناس تساعده على التليفون وتاخد البيانات. الثالث والرابع عبارة عن بيرسون شخص. نعم. هيقعد معاه ويساعده ويقوله حتى لو ما بيعرفش يقرا ويكتب لو عاوز لانجويج اسيستنت. ودول بيعلنوا عنهم في كل ولاية اللي هم الاسيستنت او النافيجيتورز اللي هم يساعدوا البني ادم بل وينصحوه كمان. تمام. الطريقة الرابعة عاوز احذر منها في الموضوع ده. ايوه. شركات التأمين يعني عمرها ما هتسكت، فهم دخلوا في الزحمة دي وبيسوقهم يعني البلانز بتاعتهم. فهتلاقي تليفونات كتيرة تيجي للناس. من فضلك اللي يقدم يتأكد انه بيقدم through the marketplace، يعني لهم انا عاوز marketplace. انما لو جت شركة طلبتني وقالت لي ندي لك التأمين وبتاع اسأله انت بتعمل العرض ده ليه بقى، لانه اذا كانش ماركت بليس مش هياخد السبسيديز ولا التاكس كريدت. مهم ده قوي. في الزحمه دي عمالين يسوقهم في البيزنس بتاعهم بطريقتهم يعني. تمام. طيب فاحنا كده الاربع طرق اهي. الطريقه الرابعه اللي هو انك انت تطبع اللي هو البي دي اف بتطبع الاطفال. وفي طريقه رابعه بقى يعني للي كسلان قوي انه يعمل برنت اوت لفورما ويملاها وهم زميلنا يفتحها الاورنج يعني دي بعد يعني. تمام. مش انما الطريقه السهله قوي قوي اللي هو تليفونه هيلاقي حد كده جميل يعني كده يرد عليه يسأله وياخد البيانات وبعدين يبعت له يقول له الاوبشنز اهي. التليفون تاني يا دكتور اللي هو التليفون 1-800-318
5296. ممتاز. اعتقد كلنا بقى نحفظ التليفون ده. ودكتور ماهر كان قال لي على فكره انه من شويه قبل ما نيجي على الحلقه جرب التليفون ده. انا اكشلي دكتور سمير جربت التليفون بتاع كاليفورنيا هنا. يعني ممتاز ان هم مدين فرصه للغات المختلفه، وجربت اللغه العربيه. فطبعا واضح ان هو في مجهود جامد عشان يحاولوا يساعدوا الناس من مختلف اللغات. مش كده بس يا دكتور ماهر، ده هو نفس الرقم. ده 24 hour 7 days a week. طب مش عايز questions and answers. يعني اي واحد عنده سؤال عن الموضوع ده يقدر يطلب ويسأل. طبعا الناس اما هترد عليهم، لان انا برضو جربته، هما مدربين وعندهم المانيوال وبيرد على الاسئله، واذا ما رد ما قدرش هتلاقيه جاب لك السوبرفايزر يرد. فهو الموضوع يعني بي 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 في محاولات ضخمه لتسهيله، وزي ما قلت حضراتكم مع كل التعقيد واللخبطه اللي فيه نديله سنه هنلاقيه استقر، واستقر بنتيجه كويسة للمؤمن عليهم انه هيضمنوا انه مش هيتم ارتفاع الاسعار بالشكل دي، والغير مؤمن عليه انه هيجيله ما بنسميه بالهيلث سيكيورتي او الضمان الصحي، انه مش خايف من المرض ولا المضاعفات بتاعته. تمام. طيب. هيجي فترة مجموعة عندنا برضو تخصنا اللي هم العامل ازايلم، لان انا قابلتهم كتير في اللي عامل لجوء. الميديكيد اوتوماتيك بيديله 8 شهور. يا هيفضل بقى تحت الميديكيد، يا اما لو كان اشتغل في شغلانه وطلعته من الاليجيبيليتي للميديكيد يبقى يقدر يخش في اوباما كير. تمام. يبقى احنا كده 8 شهور اللي بياخدها اللي هو عامل اسايلم او عامل لجوء، ده لازم بياخدها حتى لو كان ايا كان الانكم بتاعه، ولا لو كان ربنا اكرمه واشتغل برضه بيقدم بتهيألي بنفس الدنيا برضه والانكم بتاعه يوم ايه يوم ما يوافقوا عليه بيدوله الثمان شهور بغض النظر عن اذا كان بيشتغل او لا او دخله ايه. لا ما هو لانه جاي ما اشتغلش. يعني لو اشتغل وداخل تحت خط الفقر يبقى مازال eligible لميديكيد. تمام. بالظبط. اللي هو بتاع محدود الدخل، لو علي دخله عن خط الفقر يبقى يقدر يخش في اوباما كير. طيب في طلبات بس جات لنا دلوقتي وانا معاكم، انه نحط رقم التليفون من فضلكم زميلنا المخرج على الشاشه اللي هو ال 800 نمبر اللي هو 318 بعد كده او 813 انا اسفه. طيب في دلوقتي 318 اوكي 2596 اوكي، فنحطه على الشاشه برضو وممكن نحاول نكلمهم لو في وقت. لكن احنا معانا تليفونات على فكره يا دكتور، وكنا قايلين ان احنا نستنى بالتليفونات بعد ما نتكلم. هل في لازمه ان احنا نشرح مثلا لو انت عدد افراد اسرتك كام؟ ايه رايك؟ يعني هو في من السلايدز اللي كنا ماشيين عليهم في سلايد 26 و7، يعني في حوالي يمكن 3 4 سلايدز هياخدوا كابل اوف يعني فيو مينتس. طب زميلنا معايا في الكنترول روم بعد اذنك اللي هي ميكينج كير مور افوردبل. بالظبط. اوكي نفتح دي ومعانا طبعا برضو دكتور سمير حضرتك معانا لو في اي كلاريفيكيشن اكتر، مش يعني دكتور ماهر هيتكلم، وبرضو لو حضرتك حبيت تضيف اي توضيحات اتفضل. طبعا يعني مش لازم نفتكر كل الكلام اللي بنقوله دلوقتي، هيبقى كل الحلقه على اليوتيوب وممكن الواحد يبص عليها براحته. بس بتشوف حكايه كلمه افوردبل او ان التكلفه هتبقى محتمله ازاي. بتعتمد على الدخل وعلى عدد الناس في الاسره. ففي امثله في الجدول ده بيورينا. فمثلا ده كاليفورنيا برضو، معلش عشان مشاهدينا احنا جايبين النموذج بتاع كاليفورنيا. لو تاخدوا بالكم من شويه مثلا دكتور سمير كان قال لك الفرد الواحد لغايه 11000 دولار بيتغطى بالميديكيد، او يعني فانتوا كل ولايه بتختلف عن الثانيه، ولا دي ستاندرد يا دكتور سمير؟ يعني النهارده 15000. لا هو القانون بيحيل الى الفيدرال بوفرتي ليفل اللي هو عام لكل الولايات. تيجي ولايه بقى تقول ايه كاليفورنيا ونيويورك من الولايات اللي هي جينيروس
في السوشيال سيرفيس بتاعتها في الميديكيد. نعم. هيقول انا هغطي لغايه 100 البوفرتي ليفل 180%. بالظبط. تيجي فلوريدا تقول لا احنا 100%. القانون ادى الولايات فلوس زياده لكافه الولايات. قال لهم عشان نمتص جزء من دول طبقوا زودوا الميديكيد ل 133%. لو دول 133%. ليه؟ لانه في ناس كتيره قوي واقعه في الحته دي. 24 ولايه وافقوا على كده، واعتقد منهم كاليفورنيا، لان كاليفورنيا حتى من زمان مغطيه اكتر من كده. 138 يا دكتور. عندنا في فلوريدا ما وافقتش. انما السنه جايه اغلبهم هيضطر انه يطبق الكلام ده. الجزء برضو اللي مختلفه فيه الولايات، ما هو عشان شركات تامين ممكن يتلموا مع بعض ويعملوا المونوبولي اللي هو يحافظوا على الاسعار. ففي فالماركت بليس ده عباره عن برايفت اكسشينج، يعني شركات تامين اقعدوا مع بعض بمحبه ونزلهم لان البيزنس بتاعكم هيزيد. وفعلا البيزنس هيزيد عشان العدد اللي هيدخلوا اكتر. بالظبط. بقى لو زرجنوا بقى تقومي حاطه لهم بابليك اوبشن، وانتوا عندكم بابليك اوبشن في كاليفورنيا انه تيجي الولايه تعمل شركه وتخش لهم في السوق. طبعا الشركه اللي هتخش دي مش هتدفع بقى المصاريف الباهظه والارباح الباهظه اللي بتاخدها شركات التامين. هو العشرة مليون دولار مهية رئيس الشركة والحاجات دي. فديت بتبقى منافس للشركات دي تضطرها انها تنزل، ودي سبب غضب جامد لشركات التأمين. لشركات التأمين ومشاركات التأمين لو تعرفي حضرتك كانوا ايام ما القانون بيتناقش كانوا مأجرين اربعة لوبيست لكل عضو في السنت لمدة حوالي 3 اشهر. كانوا بيتصرف 10 مليون دولار لوبينج بس اجنس القانون، بس عشان الناس تكون عارفة ابيض لانه بزنس في النهاية. الخطورة بتاع اللعب في الصحة عن طريق السياسة. تمام. وهنفضل ناخد الكلام ده برضه، يعني ممكن قوي، يعني الشات داون بتاع الجورمنت اللي من حوالي اللي شهر ده كان كل المقصود اجله، بس ده لانه هيزود الديفست. يعني فهو الموضوع او اجلوا الصرف على القانون ده خالص. فمش عاوزين احنا يعني نبقى ديستراكتد كناس وننسى مصالحنا ومصالح الناس في لعب السياسه. بالظبط. نرجع طيب للجدول. يعني احنا طبعا حلو قوي الكلام اللي حضرتك اضفته ده يا دكتور سمير. فيبقى كده انا الموضوع لو انا قلت ميديكال لغايه 15,856 ده لكل الولايات. لا، 11,500 للفرد. ويبقى للعيلة من 4 22,500. لا، العيلة من 2 و3 يبقى في الميدل. انما ال 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 لسه بعيد تاني، السبسيدي والتاكس كريديت هيستفيد بيهم ناس الى 400% بوفرتي ليفل. يعني لو واحد بيعمل 45,500 أو عيلة من أربعة بتعمل 95,500 هياخد فايدة تنقص له البريميوم أو الاشتراك الشهري اللي بيدفعه عن نفسه وعن الأسرة. بالظبط يا دكتور سمير، فعلا الجدول اللي احنا موريينه ده بيتكلم على كاليفورنيا 138% من الليفل بتاع الفيدرالي لحدود الدخل. وفعلا لو أسرة أعلى. مثلا بالظبط لو اسره فرد واحد، لو اسره ده لو فرد واحد بالظبط ده ياخد ميديكال لغايه الليفل ده، ولو الدخل اعلى من كده بيبقى فيه مساعده. فالجداول دي يعني صعب ان احنا نحفظها كلها، لكن كل واحد هيبقى حسب دخله الحكومه بتحاول يبقى فيه مساعده. هو كايزر بيرمننتي عندكم عملت على نفس الويب سايت حاجه اسمها كايزر كالكوليتر. بالظبط. ان انا اقدر ادخل البيانات بتاعتي، دخل الاسره قد ايه، بالظبط، وعدد الافراد وسنهم والبيانات الشخصيه وانا ساكن فين باي زيب كود. بالظبط. وهيقول لي
الاشتراك الأسرة كذا في السنة، وبعد ما هتاخد التاكس سبسيدي والتاكس فور كريديت هتنزل تبقى كذا. طيب هو انا عملت الحكاية دي لنفسي، دخلت ودخلت فعلا الزيب كود الاول، وبعدين قال لي عدد الدخل السنوي بتاعي كام في السنة، وبعدين اللي هو عدد الافراد او الاسرة الهاوس هولد، وبعدين دخلني بعد كده بالنسبة للويب سايت بتاع كاليفورنيا ان انا لازم اعمل تسجيل، فما فيش مشاكل. وبعد ما بعمل تسجيل بيديني الاوبشن، يعني اداني اوبشن وقال لي انت ممكن تكوني في ده او في ده، وبكمل معاه، يعني انا بكمل معاه لغايه ما يعني دخلني بصراحه بعديها على ان انا اعمل ابلكيشن الفورم املاها. يعني تمليها هيبعت لحضرتك بقى الاوبشنز. بالظبط الاوبشنز يعني الدكتور ماهر ابتدى يقوله برضو الناس عشان نسينا نوضحها جامد. القانون مدي 4 ميتال بلانز، ميتال معادن يعني. ايوه. برونز دي اي دي السلايد دي تدفع 60 زميلنا كمل وانا ادفع 40 بالظبط. السيلفر انا ادفع الشركه تدفع 70 وانا 30. الجولد 80 والبلاتينوم 90. دول الانواع. طبعا الشركات يعني نبه بيشتغل بالاكتواريال كالكوليشنز، فلو خد مني اشتراك عالي هيديني جولد لانه بيدفع 70% بيدفع 90%. لو خفض لي الاشتراك قوي، قال لي اشتراكك 50 في الشهر بس هتدفع 40% من تكلفه الفاتوره، ده اللي هو كو انشورنس غير الكو بيمنت اللي حضرتك قلتيه. ده كونشورنس اللي هي التكلفة، بس بيحط كاب على الاوت اوف بوكيت اللي هو الديدكت في السنة، الفرد ما يدفعش اكتر من كذا والاسرة ما تدفعش اكتر من كذا. فاللي هيجي لحضرتك لو قدمت الطلب ايه؟ يقول لك طيب انت عندك في المنطقة ثلاث شركات، الشركة ديت سيلفر وخدي بالك من الاوت اوف بوكيت والديدكتبل فيه، لان هو لو قلل الدفع الشهري هتلاقي الاوت اوف بوكيت اعلى شويه والديدكتبل بالظبط نفس السلايد اللي حطيتوه ده. فهنا اللي هيجيله الاختيارات على ضوء ايه الديدكتبل وايه الابر ليميت فور اوت اوف بوكيت. هل المفروض نهتم بالحاجات دي يا دكتور، ولا ان احنا لما بنتكلم بالتليفون وبعدين بناخد الاوبشن وهم بيبعتوا لنا، وكل كيس بتكون على حسب وبيبقى كل واحد انديفيدو بشخص شخصي بيتشرح له حسب الـ يعني ذا سمارت بيرسون بيعمل الاختيار على ضوء الحاله الصحيه للاسره. يعني لو انا اقدر اتحمل ديدكتبل عالي اخد لانه هدفع الشهري قليل. تمام. لو انا بستعمل الخدمات كتير انا وعيلتي يبقى اسهل لي قوي ادفع اشتراك شهري اعلى والديدكتبل يكون اوطى. فديت يعني مش عاوزين نعقد الامور اكتر. هو لو واحد يعني فيري سمارت يقعد يحسب السنتين اللي فاتوا دولت افريج مثلا في السنه عمل كام زيارة وكام مستشفى واذا كان في ولادة وما اعرفش ايه والكلام ده، ويبتدي يقول طب انا لو خدت سيلفر ابقى احسن ولا خدت بلاتينوم ابقى احسن. اللي ما يقدرش يعمل دي ودي الاكتر شيوعا هو السيلفر يعني، او اللي مش عاوز يوجع دماغه يعني. طيب انا بس يمكن برضو انا نفسي تهت شويه، لو في امثله هقول يعني بالزبط دكتور ماهر ساعدني، لان انا عايزين نشارك مع حضرتك ومع الاودينس بتاعنا. هو بالفعل على فكره جات لنا اسئله وقاعدين بيقولوا لي في وداني الحقيقه انا مش عارفه اركز قوي، فبقول لهم اكتبوا لي ويدوها. طيب. انا هقترح حاجه دكتور سمير لو انت موافق معايا، في مثالين معانا لواحد لوحده وفي الفاميلي في السلايد رقم كام؟ سلايد 34 بالظبط. نشوف مثل واقعي لواحد اسمه الولد 25 سنه سنجل، الانيوال انكم 22000 بالظبط، سلايد رقم 34. يعني عنده البرايسنج ريجن انا مش دي المهم يعني. طيب قول لنا اكتر يا دكتور اتفضل. طيب هو دلوقتي بالظبط ده مثل واحد سنجل
ودخلوا 22,000. اي المثل السلايد اللي بعده بيتكلموا على عيله. طب هنا انا ما فهمتش ده ايه المثل. اما احنا جايين له حالا دلوقتي. اشرح لي ما تسيبنيش. انا هشرح لك حالا. التايلر فاميلي اللي بعدها دي بيكلمك على فاميلي من اربعه ودخلهم 65,000 وعندهم طفلين. فبندخل على اللي بعدها بيقول لك التايلر فاميلي دول موقفهم ايه؟ فالتايلر فاميلي دول دخلهم 65,000 زي ما بنقول. ففي لقينا مثلا تكلفه انثم اللي هي الطب يكلفهم في 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 الشهر $1,000. الحكومه هتدفع تقريبا نصها 543 بالظبط. ففي امثله وعلى حسب هم عايزين ياخدوا ايه. فهنا المثل بتاع السيلفر بلان اللي الدكتور سمير كان بيتكلم عليه شكلها معظم الناس هيبقى في اتجاه السيلفر اللي هو نصف العصايه. السيلفر معقول يعني اللي انا بدفع كتير وفي نفس الوقت باخد بنفيت احسن والديدكتبل بيبقى اقل مش كده يا دكتور سمير؟ ديت يعني اقل من البرونز انما الديدكتبل اقل والكو بيمنت اقل في البلاتينوم. بس هدفع اشتراك شهري عالي بالظبط هدفع بريميوم عالي. ما انا بقول لحضرتك لو انا نفس العيله اللي الدكتور اتفضل بيها وبعدين قدامي سيلفر وقدامي جولد او قدامي برونز وقدامي جولد اختار هو احسن حاجه ان اخد هيستوريك يوتيلايزيشن. انا السنتين اللي فاتوا دول استعملناها ازاي استعملنا الخدمات ازاي. يعني لو في مثلا عيله الطفل لا قدر الله عنده أزمة دخل مستشفى مرتين ثلاثة السباوسز واحد ديابيتك واحد هايبرتنشن يبقى إذن إحنا بنستعمل خدمات كتيرة. فأبص أقول لو أنا خدت سيلفر بالتكلفة اللي أنا عملتها دي في السنة اللي فاتت كان يبقى أدفع أكتر ولا أقل في الأوتو بوكت. فيعني ده لو هو يعني very sophisticated البني آدم وعنده ريكورد كيبينج وبتاع ما فيش بقى ياخدها يعني عمياني سيلفر أو يصلي بقى وإيه ويختار بقى اللي يعجبه. طيب نسمع من دكتور مير. بالظبط هو دكتور سمير هي طبعا على حسب الواحد عايز يوصل لأي درجة. فعلا أنا قضيت وقت جامد أنا أحاول أحط أمثلة رمزية على اسمها شاب أند كومبير على الكاليفورنيا كفرت كاليفورنيا. انا عايز اروح لو نقدر نروح للسلايد اللي هو ممكن نعتبره السلايد الاخير في السلايدز دي نمره 37 اوكي اللي بتاع اللي هو السنجل بيرسون اوسكار ده اللي هو من ساكرامنتو عندنا هنا في الولايه فوق. فاوسكار ده بيعمل 22,000 في السنه وعنده 25 سنه. فشايف الاوبشنز بتاعته مثلا انثم هيبقى بتكلف 263 لكن الحكومة هتدفع معظمها يبقى أوسكار هيدفع 107 بس في الشهر. وبعدين عند الباتم بتاع عند السلايد من تحت بيقول لو أوسكار اختار اللي هو البيسك بقى الحاجة البسيطة خالص اللي هي البرونز هيدفع $41 بس في الشهر. فدي أمثلة طبعا وسمعنا أمثلة تانية في أماكن تانية. الفكرة نرجع للنقطة بتاع اسمه أفوردبل. affordable يعني الواحد يقدر يتحمل وفي نفس الوقت عنده اختيارات ويشوف ظروفه الشخصية ايه. لكن انا عجبني المثل بتاع اوسكار دون لان لو اوسكار ده مش عايز يدفع كتير يدفع $41 في الشهر. طب هتبقى الخدمات اقل. طب خليني اكمل على اوسكار. اتفضل. لو اوسكار هايبرتنسف عنده ضغط رايت وعاوز يظبط الكوليسترول وبياخد دوايين ثلاثة للضغط انا انصحه يروح في اعلى السيلفر كمان 115 في الشهر احسن ما يدفع 60. بالظبط. ليه؟ لانه الديدكتبلز والكو بيمنت تبقى عالية هتوصله لنفس القيمة. بالظبط. فهو يخش فيها عنصر تاني غير الديدكتبل غير البريميوم اللي انا بدفعه لانه البريميوم ده بيغري الناس. بالظبط. اللي اليوتيلايزيشن بتاع الفاميلي يعني زي ما بقول لحضرتك يعني العيله يعني الهيلثي قوي وكان افورد ديدكتبل خش في الاقل في البرونز. بالظبط. انما يعني انا دايما بقول للناس برونز يعني صحته حديد يعني مش صحته برونز صحته حديد
انما يعني نص نص بقى او older age او multiple diseases في الفاميلي يفكر في انه اما تسيب الديدكتبل والكو انشورنس والكو بايمنت ممكن يجي يدفع اكتر. بالظبط. يبقى لازم نبقى سمارت انف، يبقى الواحد كده محتاج يعمل شويه حسابات. بالظبط. وفي نفس الوقت برضو ممكن يساعدونا في التليفونات دي يا دكتور، يعني مش كده يا دكتور ماهر برضو ولا ايه رايك؟ اللي انا فاهمه بالظبط ان على التليفون هيبقى فيه مساعده، وفي كمان على بالنسبه لكاليفورنيا وغالبا في الولايات الثانيه في ناس مدربه تساعد يعني فيس تو فيس، يعني تقعد معاهم في ده الجزء الثالث اللي هو النافيجيتور او كونسلر. او كونسلر. بالظبط دكتور سمير. بس اعرفهم برضو عن طريق الويب سايت او عن طريق التليفون. يعني انا على الويب سايت لكل ولايه حسب منطقه السكن. تمام. طيب احنا انا مش عارفه لو معانا تليفونات، عندك حاجه يا دكتور ماهر عايز تقولها؟ لا انا بس كنت عايز اقول جنب بيتي في لقيت جاست على الكورنر انشورنس كومباني بيعملوا موضوع الكونسلنج ده. انشورنس كومباني ولا تبع تبع اللي هو مثلا كفرد كاليفورنيا؟ اخد بالي منها. رايت. وفي بابليك، في بابليك اللي هو الهيلث ديبارتمنتس بتدرب فيها كونسلرز والنافيجيتورز. طيب احنا معانا وفي فولنتيرز. انشورنس يعني خلي بالك منهم. بالظبط. ناخد بقى تليفونات يا دكتور لان في ناس الحياه وفي ناس منهم برضو سابوا سؤالهم وهنتكلم مع بعض عليه. لكن معانا دكتور ممتاز من كاليفورنيا، اتفضل يا دكتور. اهلا بيك دكتوره منى. اهلا مساء الخير دكتور ماهر ودكتور سمير. I'm watching الحلقة وطبعا أنا كل اللي سمحته كلام معقول وكلام كويس. أنا محاسب قانوني. أنا مش فيزيشن، أنا دكتور حسابات دكتوراه بالنسبة للحسابات والضرائب. اتفضل. يا أهلا وسهلا. أهلا بيكم. طبعا الحاجات اللي قلتوها في ميزات كتيرة في القانون، لكن في نفس الوقت القانون فيه عيوب كتيرة جدا، والتي هاوس سبيكر بينر وكل اغلب الريببليكانز واقفين امام القانون ده لانه فيه عيوب كتيره جدا. القانون ده بيلغي المنافسه. امريكا قائمه على مشروع انه فيه منافسه وفيه مشروعات حره. فور ذا جوفرمنت تو تيك اوفر الهيلث كير بتاعت امريكا كلها، ده بيزيد في حجم الجوفرمنت. الجوفرمنت في نفس الوقت الافشنسي والبرودكشن بتاع الحكومة هنا في أمريكا is the same like muscle like any place else. الحكومة does not function well. المشروع الحر هو اللي بيfunction well، ولما بتكون فيه منافسة بتكون الخدمات المقدمة إلى المستهلك خدمات على مستوى مرتفع وشغل مظبوط. فالقانون الحقيقة فيه عيوب كتيرة جدا جدا جدا. القانون إلى حد ما بيفكر في حاجات بوليتكس، عشان الديمقراط عاوزين الأصوات بتاعة الليجال إميجرانتس وحاجات كتيرة زي كده. فالموضوع فيه بوليتكس، الموضوع فيه a lot of spending. أعتقد النقطة وصلت، لو ممكن نسيب فرصة للرد. دكتور ممتاز، أنت يعني بتصير نقطة طبعا مهمة جدا. القانون فيه اختلافات كتيرة في الآراء، يعني ممكن تقول تقريبا نص البلد مش موافقة على القانون. لكن اللي حصل ان الوضع الحالي ان ده بقى قانون. ابتدى بالريبوبليكانز رامني في ماساتشوستس، الديمقراط عملوه بأوباما او سموه أوباما كير او متسمي أوباما كير، والسوبريم كورت المحكمة العليا صدقت عليه، واللي صدق عليه اللي ادى الفيصل في القرار بالنسبه للمحكمه العليا كان ريبابليكان جاستس روبرتس. طيب. ريبابليكان. ففي اختلافات، لكن برضو في دلائل زي ما الدكتور سمير قال من شويه ان القانون ابتدى يساعد في تخفيض المصاريف العاليه جدا اللي البلد مش هتقدر تستمر بيها بالتضخم الصحي، المصاريف الصحيه. ففي اختلافات، لكن يعني طبعا انا احترم قرارك لاني انا مش متفق معاه، او احترم رايك. دلوقتي يمكن الموضوع الاكبر ازاي نساعد بعض اللي ما عندهمش مش متامنين، اللي ما عندهمش تامين انهم يستعملوا الفرصه دي. طيب
وخلي بالك يعني احنا هنقول ان الموضوع داخل فيه سياسه، فبالتالي انا اعمل ايه طبعا. يعني قول لي طيب اعمل ايه، ما انا ما مش هينفع تعمل حاجه، ده قانون يا حضرتك يعني دكتور ممتاز، قانون، وفي نفس الوقت احنا عايزين الناس تستفيد، لانك لو بصيت لها برضو بالنظره المسيحيه الجميله بالنظره العامه انك في ناس هيستفيدوا بالفعل من ده، يعني اكيد الناس اللي مش متامنين هننقذهم من ان هم حالتهم تسوء، هنقلل عدد ان شاء الله ربنا يسهل وتقل عدد الوفيات اللي بتتوفى بسبب ان هم ما عندهمش تامين صحي، وهو ده الهدف الاسمى في الموضوع. هل حضرتك تحب ترد يا دكتور سمير؟ احنا معانا تليفون تاني، معانا استاذ هاني. اوكي ثانك يو سو ماتش. معانا هاني. اتفضل يا استاذ هاني. بص انا حضرتك انا متابع الحلقه من اولها. بالنسبه لحالتي انا فهمت من الدكتور سمير، مش عارف انت صح ولا غلط، عايز اتاكد. اتفضل. ان انا من الناس اللي عاملين اسايلم. انا اسره اربع خمس افراد. دخلي 22 في السنه. اللي فهمته ان انا تبع الجبر مش تبع الاوباما كير. انا فهمت صح ولا لا؟ مع ملاحظه ان انا في اختلاف بسيط ان الاسايلم بتاعتي لسه ما الكيس بتاعتي ما خدتش ابروف لغايه دلوقتي، ولا خدت معاد اوفيسر رغم ان انا ليا سنتين وكسور يعني سنتين. يعني وكسور. انت خلاص مخلص الاسايلم بس مراتك لا؟ امال ايه؟ لا 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 احنا ما خدناش لسه، ما خدناش لغايه دلوقتي، ما خدناش حتى معاد اوفيسر رغم احنا مقدمين من اكثر من سنتين وكلنا معانا سوشيال. لكن ومعاك ورك بيرميت وبتشتغل ما حطتش ابروف ولا معاد اوفيسر ولا اي حاجه، يعني كل ده فانت كده عديت ال 180 يوم فودوني سوشيال بعد 180 يوم بعد تقديم الحاله. وفانت كده لسه، ما هو انت مش هينفع تقدم اساسا غير لما تبقى تاخد ابروفل للمحكمه على فكره. يعني انا قصدي انا كده ماليش دعوه بالاوباما كير، انا هفضل في الميديكير بتاعي العادي. عشان دخلي 22 ولا عشان خاطر الحاله هي كده؟ انت متغطي من الحكومه يعني؟ انا كل افراد اسرتي ما عدا انا الوحيد اللي مش عامل ميديكير، مراتي واولادي عاملين، بس انا نظرا لظروف شغلي وانشغالي ما بقاش عندي وقت اروح اعمل. ما اعرفش، انا معلوماتي ان لما بيكونش لسه خلص الكيس بتاعته ما بياخدش تامين. طب كويس دكتور سمير، لو حضرتك تفيدنا في الموضوع ده يا دكتور. معانا يا دكتور سمير؟ زمايلي يقولوا لي دكتور سمير مازال معانا ولا لا؟ ايوه مع حضرتك. طيب اتفضل يا دكتور، حضرتك سمعت السؤال؟ سمعته. اتفضل. الزوجه والاولاد غالبا خدوها تحت الميديكيد بروجرام اللي هو انه اباف البوفرتي ليفل، انما اليجيبل ك ك ك ك فاميلي وذ تشيلدرن. فاضل هو. هو ما دخلش، انا اعتقد والموضوع ده برضو لم يحسم في الاوباما كير، انه يقدر يقدم عن نفسه، فانا لو مكانه اطلب النمره دي واقدم اللي هي ال 800 واشوف. ال 800. طيب يطلب ال 800 عندنا. طيب اسئله بسرعه، في شخص عامل ميديكير فبيقول هل يدخل على اوباما كير؟ هل هو ده هاني زمايلي ولا حد غيره؟ طيب يعني ايه؟ انا مش فاهماها بصراحه. غالبا يعني نفس السؤال، عامل هو معاه ميديكير وعايز يسال لو هل يدخل على اوباما كير ولا خلاص. انا مش فاهمه ليه الناس متلخبطه ليه. معلش لا خلينا بس نوضح. اتفضل. ميديكير غير ميديكيد. ايوه ميديكير ل 65 اند اباف. طيب ده ملوش دعوه باوباما كير، مش هيستفيد حاجه منه بالظبط. طيب شخص عامل ام اس اي وانا مش فاهماها برضو هيدخل على اوباما كير ولا لا؟ ايه الام اس اي؟ انا ما اعرفش ام اس اي دي ايه. لا انا اسف برضو ما نعرفهاش صدقوني. فممكن صاحب السؤال ده من فضلك اتصل تاني، لان ممكن يكون زمايلنا سمعوك غلط. في شخص 24 سنه لا يعمل وجاله الميديكير من شهور، خلاص احنا اتفقنا، خلاص بتهيألي كده يا دكتوره منى، متهيألي يقصد الميديكال، مش عارف 24 سنه ام اس اي ام سي اي يعني ميديكال. الميديكال رايت. ما انا مش عايزه معلش اتصل تاني لانه right. انا من حتى كان زمايلي بيقولوا لي في التليفون ما كنتش في وداني، ما كنتش فاهمه. طيب الشخص ال 74 سنه ساعدوني معلش جاله حاجه كير ميديكير من 6 شهور. طب ده مبروك عليه، ده كويس جدا يعني. مش عارفه بصراحه. معلش اعلق بس على زي ما الدكتور سمير كان بيقول، الميديكير ده الفيدرال اللي بيغطي فوق 65 سنه او للناس اللي عندهم
إعاقة جامدة، أمراض شديدة مثلا زي فشل كلوي على غسيل كلى وكده، فدول دول متغطيين الحمد لله. لا بس هو قال لك، بصوا كملت السؤال، هل الانشورنس ده ليه دخل بحساب البنك؟ مش عارفة، دي أسئلة. على فكرة هو حساب البنك بيطلب منك لو أنت بتقدم على الحكومة طبيعي، فاعتقد ان ليها حسابات برضو على فكره. بص يعني الحاجات دي كلها انديفيدوال يا جماعه، يعني انت بيبقى اطلب ال 800 نمبر وهتلاقي باللغه العربيه، والاستفسار ده اعتقد هيبقى مهم جدا. واحده منفصله عن جوزها وابنها عنده تامين جوزها، وابنها بيعمل تاكسي معاها، اللي يفضل يبقى مع جوزها ولا معاها؟ ابنها يعني عنده تامين مع جوزها وبيشتغل على التاكسي، هي منفصل عن جوزها لكن تأمين ابنها مع جوزها، وابنها ده بيشتغل مع التاكسي بالتاكسي معاها، بيعمل التاكسس معاها، معلش انا اسف، بيعمل التاكسس معاها، اللي يفضل مع جوزها ولا معاها؟ دكتور سمير لو تحب تبتدي. انا الاخ اللي بيسال على البنك، this is a very smart question. ديت اوباما كير بيبص للفاميلي انكم، ما بيبصش للاسيتس. انما الميديكال عندكم او الميديكيد elsewhere بيبص للاسيتس. يعني انا عندنا في فلوريدا يقول له ما ما ما, ما يبصش ناحيه ميديكيد لو عنده بيت او عنده سيف الباك، خلص الاسس دي وبعدين نبص لك. الميزه الاوباما كير ان بيبص الاسس دي من ناحيه الانكم بس، يعني بيجي كام في السنه دخل لك، انما ما بيقولكش اصرفه. فانا ام ستيل كونفينسد انه مش هيبص لحساب البنك، انما هيبص لارباحه كدخل بس. طيب. فيقدم برضه. ماشي. نيجي بقى للأسرة اللي هي الميكست دي، ودي هتلاقيها كتير قوي، اللي هو منفصلة جزء ابنها يبقى مع مين. دي هتلاقيها مثلا الراجل ميديكير والطفل ميديكير شيب، اللي هو الأطفال تحت الميديكيد ومش عارف ايه، وهي شارية تأمين. أحسن حاجة يحسبوا هم بيدفعوا كام دلوقتي ويقدموا في أوباما كير ويقرروا. طيب لهم العروض، لو لقوا انه كفاميلي اندر اوباما كير از مور ايكونوميك بالنسبه لهم، يبقى طبعا يخش، يعني يقدر يقدم ويجرب. طيب. الاحلى بقى انه لو واحد فيهم معلوش امين، لا ده لازم يخشوا كفاميلي. طب الام اس اي ده يا دكتور بعتوا لي دلوقتي بيقولوا لي ان هو ميديكال سيرفيس انيشيتيف ام اس اي، ده حتى بعت لي الويب سايت بتاعه، اورنج كاونتي كاليفورنيا ميديكال سيرفيس انيشيتيف. طيب ديت بعض الكاونتيز وبعض الولايات عامله برامج زي دي، عمرها ما هتغطي السكوب اوف اسينشال سيرفيسز بتاعت اوباما كير، فمش هتلاقي انها هتقدم الكلام ده زي ما هو هياخدها تحت اوباما كير. يبقى لازم، يعني هو كان سؤاله يدخل على اوباما كير، الكاونتيز دي هتبتدي تلغي، يقول لك انا طب انا هحط فلوس في الموضوع الهيلث ده وهو في فيدرال لو وفيدرال بروجرام تو انكوربوريتد، فهيبصوا اللي هو الفوائد دي بتنقص كل سنه، فكيب ان اي عليها، واول ما تلاقي ان الموضوع بقى هيساوي بعضه او هتاخد خدمات اقل خش في الاوباما كير. طيب احنا معانا على فكره تليفونات مشاهدينا، واسفه ان الوقت يعني ازف جدا، فممكن بسرعه كده بسرعه جدا كل سؤال. اتفضلي معانا استاذه نرمين، اتفضلي. الو، ايوه معانا، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بك يا منى، انا بس عندي سؤال كنت عايز استفسر عنه. هو الام اس اي خاص باورنج كاونتي وده اوريدي اتلغى. طيب حلوه المعلومه دي، اشكرك. هيتلغي من اول 30/12. طيب عشان احنا سالنا. تاني حاجه عندي سؤال، لو حد الدخل بتاعه مثلا يعمل فوق ال 22,000. معاكي، سامعينك. سامعاني يا منى؟ سامعاكي. فوق ال 22,000. فوق ال 22,000 او 30,000 ومراته حامل،
هل يا هياخد الميديكال العادي بتاع الحكومة اللي هو فور فري مش هيدفع حاجة ولا هيبقى لازم يدخل الانكم بتاعه ويقدم في أوباما كير؟ طب هيرد عليك دكتور ماهر. طيب أنا هقول لحضرتك شكلها من الأرقام اللي بتقوليها دي والوضع ده وإن شكلها يبقى متغطي لو في كاليفورنيا هنا غالبا هيبقى متغطي بالميديكال، فده هينطبق عليه برضو الفكرة بتاع أن الواحد لما بيدخل على الويب سايت لو تقدري الانفورميشن بتاع شوب اند كومبير على الكفرد كاليفورنيا بتحطي المعلومات بتاعتك وبيساعدك يقولك، لكن شكلها من الأرقام اللي بتقوليها حضرتك 22,000 وفي حمل ده تقريبا هيبقى ميديكال او ميديكيد لو في فلاية تانية اعتقد. ولو في حاجة مش واضحة برضو نرمين يعني كتبي لي سؤالك وانا هحاول ارد عليكي اكتر. معنا الاستاذة ايفات البياضي، برحب بشكرك نرمين. معنا الاستاذة ايفات البياضي، برحب بحضرتك معنا. في حاجة في الخط تقريبا. ايوة. استاذة ايفات قطع الخط تقريبا. طيب. يا جماعة أستاذ أشرف من تكساس. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك اتفضل. أهلا بحضرتك. سؤال بس سريع كده، أنا والدتي عندها above 65 years ومعها green card وhopefully هتاخد citizenship by November 2014. لغاية دلوقتي ما عندهاش ميديكير طبعا لغاية ما تاخد citizenship. لغاية الوقت ده hopefully قبل كده هل هي تعتبر ضمن الهاوس هولد بتاعي أنا ومراتي والطفلين اللي عندي ولا لأنها she's unemployed يعني؟ فإيه وضعها بالنسبة لي؟ هل أنا في أي فورس يعني إجبار عليا إن هي تبقى تبع الهاوس هولد بتاعي ولا she can apply by herself for Obamacare ولا تنتظر لغاية ما تاخد الميديكير بعد كده بعد السيتيزن يعني؟ مش عارفة. دكتور ماهر تفضل. دكتور سمير، أنا هحاول أجاوب على السؤال ده. وأنا متهيألي والدة الأستاذ أشرف متهيألي لو قدمت لوحدها لأن ما فيش دخل مفترض في السن ده و65 متهيألي هيبقى من حقها الميديكيد لغاية لما يجي لها الميديكير. ف ده يعتبر هو يمكن سؤاله اكتر في ناحيه ان هي المفروض تبقى على الهاوس هولد بتاعه ولا هتبقى لوحدها، واكيد ان هي بتهيألي انها اكيد عندها ميديكير يعني ميديكيد او ميديكال يعني مش هي مستنيه الميديكير بعد السيتيزن. على ما يبدو ان هي لو لوحدها هتقدر تاخد الميديكيد. انا معتقد كده، وده ممكن تعتبره حتى من خلال الاوباما كير سيستم. طيب ممكن دكتور سمير يفيدنا. لا يعني هو سؤال ومش عارفة إذا كان يعني المفروض يبقى ينضم إليها إليهم كأسرة في الهاوس هولد ولا هتبقى لوحدها. طيب معانا تليفونات تاني. إحنا على فكرة مشاهدينا نشكر الكارما مدت لنا الوقت نص ساعة عشان تساؤلات حضراتكم، ومعلش أنا عارفة بنتعب دكتور مهر ودكتور سمير معانا، لكن معلش عشان أسئلة المشاهدين مهمة جدا. اتفضلي فايلت. سلام المسيح معاكم. ومعاكي، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. كنت عايزه اسال لو انا بشتغل بارت تايم هل الامبلوير بتاعي كفر مي باوباما كير ولا لازم ابقى فول تايم؟ طيب اللي انا اعرفه فول تايم ده معلوماتي برضو يعني اللي انا اعرفه فول تايم، وانك انت المفروض انك كده هتضطري او هتشوفي الاوبشن بقى بتاعتك مع يعني لوحدك. وخلينا دكتور سمير رجع معانا نجاوب الاول على فايلت. يا دكتور سمير، فايلوت سؤالها ان هي بتشتغل بارت تايمر وبتشوف هل الشغل هو اللي هيغطيها ولا المفترض ان هي كده مع نفسها. لو الشغل اكتر من 50 امبلوي وبيشتغل هي 30 اورز بلس بير ويك يغطيها. احنا اللي هو الفول تايم المفروض 40 اورز اند اب كده ولا كده 30 طبقا للقانون 30. هي واضح انها بارت تايم، انا مش عارفه هي لسه معانا ولا مش. ما هي لو كانت 30 هيغطيها، لو اقل من 30 مش هيغطيها وتقدر تقدم اوباما كير في الحاله دي. فايلت انت اقل من 30؟ اقل من 30 يبقى اوباما كير، مش صاحب العمل اللي المفروض يغطيكي. تمام اوكي. طب لو الامبلويز اقل من 50 دكتور سمير لو ما عليهوش اي اجبار. اوكي ما عليهوش اي اجبار وهنا يبقى اوباما كير هو الحل. تمام. ميرسي خالص. ربنا يعوضكم. ربنا معاك. معانا تليفون تاني.
ماريان من نيو جيرسي. اهلا بيكي ماريان. ماريان اتفضلي. الو. ايوه اهلا بيكي، احنا سامعينك، اتفضلي. ايوه اهلا بحضرتك. سؤالك يا ماريان اتفضلي. انا بسال لو اسره فردين ودخلها 22,000. نعم. فهبقى انا شريحه في موضوع اوباما كير ده في نيو جيرسي. في نيو جيرسي دخلها 22,000 فردين، شكلها ممكن تبقى لسه تبع الميديكال يا دكتور سمير او تبع الميديكيد. الميديكيد ال 22,000 اعلى من البوفرتي ليفل غالبا، الميديكيد او ما يشابه في نيو جيرسي مش هيغطي، فيبقى اوباما كير هو الحل. تمام. بس الجود نيوز برضو زي ما كنا بنقول غالبا يبقى في سبسيدي او تدعيم جامد من الحكومه. لا ده هتاخد وطبعا لو انا مش فاهمها التدعيم ده هيبقى بمعنى ايه؟ ما تدفعش حاجه خالص. ف يعني هو التشويس الاول ميديكيد لانه ذير از نو بريميوم نو ديدكتبل نو نثينج. انما بتاع الميديكير اللي هو 65 اند اباف ده بيدفع بريميوم في الميديكير بارت بي اللي هو الاوت بيشنت والكلام ده، وصل السنه دي 100 في الشهر، وفي برضه ديدكتبل وصل لحوالي 1000، انما الميديكيد ده ما بيدفعش. فاللي عنده ميديكيد وهيقدر يفضل عليه وما بيتقطعش منه يفضل معاه. طيب بالظبط. والمثل بتاع فايلت حكايه السبسيدي دي دكتوره منى كانت بتسال اكتر عليها. السبسيدي معناها تدعيم، يعني الحكومه هتدفع هتدعم. لا في حاله 22 معانا ماريان، تقصدوا انها تاخد السبسيدي ازاي يعني؟ طيب السبسيدي تاخدها ازاي؟ السبسيدي ممكن بان التكلفه الشهريه تبقى قليله، البريميوم ده بيسموه، وتدعيم برضو لحاجات الديدكتبل والكوباي تبقى ممكن تبقى اقل عليه، اللي هو الكوست شيرنج ريدكشن. دكتور سمير لو تقدر، لو حضرتك تحب تتكلم اكتر في النقطه دي، ازاي السبسيدي بتساعد؟ هو غالبا يعني لما السيستم هيكتمل هيبقى هيقول للناس اشتراكك في الشهر انت والعيله 500 ماينس السبسيدي والتاكس ديدكتبل بقى مثلا 170 او 320 حسب درجه الدخل بتاع العيله. غالبا السبسيدي والتاكس ديدكتبل نظريا لغايه دلوقتي طبقا لمعلوماتي بيروحوا مباشر من الحكومه لشركه التامين. يعني ما بياخدهاش في ايده. نعم. يعني شركه التامين بتقول انا عاوزه 500 هتاخد من العيله 320 والحكومه هتديها 180 مثلا، يعني مفهومه كده. هو يشبه المثل بتاع اوسكار بتاع ساكرامنتو من شويه، ان لما كنا بنقول مثلا 250 وهيفضل عليه هو بس 107 بالظبط. يعني كده اتفهمت. معانا الاستاذه ايفات البياضي، برحب بحضرتك معانا، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا منى، البرنامج رائع جدا، اشكرك. فيري سمارت كويشن. انا عندي سؤالين عشان وقت البرنامج. السؤال الاولاني كنت بتقوله في مثل اوسكار 22,000 بنات ولا جراس؟ ده اول سؤال. لا اعتقد جراس، مش كده؟ بتهيألي بيبقى اسمه adjusted gross income. ودكتور سمير برضه لو عندك تعليق، انا اي ثينك اتس اي جي اي adjusted gross income. اللي هم بيحسبهم الانكم اوف ذا فاميلي من التاكسبل انكم نت. نت؟ فبس بيحسب اوسكار يبقى هو البطوله. لو اوسكار والزوجه والولد على تاكسي وبتاع يبقى الكومبايند فاميلي انكم لو كانوا داخلين كفاميلي. لا يعني ده اللي بعد التاكس اللي اتخصمت، يعني ده ال 22,000 ده بعد لا ما لو تبص حضرتك ودي تسالي فيها التاكس ادفايزر بتاع حضرتك اللي هو اللي بتبقى بعد الاكسبنسز وبعد الايتمايز يعني ده مش بعد التاكسز، لا اللي تاكسبل انكم. متلخبطه انا في شويه لغه الضرائب بالظبط. احنا طبعا
يعني انا ما عنديش خبره ولا الدكتور سمير في مجال الاكاونتنج، لك اي بليف اعتقد ان هي بيسموها adjusted gross income اللي انا عارفاه من خلال تقديمنا مثلا right. بالنسبه للميديكال مثلا right. انه بيحاسبني على الانكم بتاعي اللي هو قبل ما يعني الانكم مش النت، مش بعد ما التاكسس بتتلقى، الانكم اللي بيدخل لي في السنه ان جنرال ملوش دعوه بالتاكسس على فكره، ده اللي انا اعرفه. ما هو ملوش دعوه بالتاكس، وعاوز اطمن حضرتك اللي هيرد على سؤالك بالملي اللي هو هياخد منك البيانات بالزبط. لانه عنده ديفينيشنز للحاجات دي في المانيوال بالتفصيل. تمام. السؤال الثاني السؤال الثاني، هل ده للبيزنس ولا كمان للنون بروفيت؟ يعني لو حد عنده نون بروفيت وعنده امبلوي. تمام، يعني النون بروفيت اورجانيزيشن زينا مثلا قناه الكرم او اي نون بروفيت اورجانيزيشن بينطبق عليها نفس الشروط بتاعت اي حد تاني في اي بزنس عادي، بروفيت اورجانيزيشن يعني عاديه. لو انا عندي نون بروفيت وعايزه اقدم للامبلوي بتوعي على انشورنس، شود اي جو اندر بزنس ولا اي شود جو ولا النون بروفيت اكزمت خالص؟ لا، النون بروفيت كامبلوير وعنده اكتر من 50 من 2015 is mandated to provide insurance to employees. مش هيستفيد التاكس كريديت تو ذا كوربوريشن لانه ما بيدفعش تاكس بالظبط لانه نون فور بروفيت، انما ستيل هياخد تامين بسعر افوردبل تو ا جروب ما كانش هيقدر يجيبه من غير اوباما كان. يعني it's the same benefit بس مع ذا تاكسز ده same law تقريبا. بالظبط. اوكي تمام، بنشكرك على اسئلتك الجميله استاذه ايفيت، بنشكرك جدا على تشجيعك لينا. معانا اماندا من كاليفورنيا. هاي، I have a question. اوكي تفضلي، go ahead if you want to speak English, go ahead. Okay, I live in a family of six and my dad only has insurance from his work. If he makes $32,000 a year, would we qualify for Medi-Cal? في كاليفورنيا وعند وصل الأسرة ستة أفراد والأب بيعمل 30,000 أو حاجة و30. أوكي I'm gonna ask 32,000. أماندا I believe so. لو يقدروا مساعدنا في الاستوديو لو يقدروا يرجعوا للسلايد بتاعت الفاميلي بتاعت الفاميلي اللي هو الإكزامبل التاني مش أوسكار الفاميلي. I think slide maybe 27 no actually slide 27 في table family of six and 32,000. I'm almost certain that would be covered under Medi-Cal, but we can't. ممكن نشوف السلايد لو أمكن. طيب السلايد رقم 26 برافو، واللي هي الفاميلي اوف فور لغاية 32,499. يقلل دولار لو هو 32,500 بالظبط. احنا مظبوط كده يا دكتور سمير؟ But she said family of six. Family. فطبعا family of six ولا four? No, six. She can enter in the computer eligibility for Medi-Cal in California. هيطلع لها ال family إذا كان هم eligible ولا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. هم كانوا بيقولوا ان كل فرد هم جايبين الاكزامبل لغايه 5 وقال لك تقريبا بتقاد 4 لكل لل... ولا او حاجه فور اكزامبل انما 4,000. الجداول الجداول ذا مين تيبلز الاساسيه مديه فاميليز لغايه 10. هتلاقي الجدول سهل قوي. طب يشوف زميلنا الايميل التاني اللي انا بعته اللي كان فيه من الويب سايت نفسه كده، كان فيه شويه تشارتس فيه، يبص على التشارت كده فيه معلش ويشوف لنا الموضوع ده. واحنا بنستقبل برضو مكالمات تانية. اماندا احنا يعني كده الحل انك تدخلي على الويب سايت وبتعملي بتفضلي مع البروسيسز، واعتقد انك هتقدري تعمليها وان شاء الله هيجي لك الرد من خلال الويب سايت. اوكي اللي هو كفرد كاليفورنيا. معانا جوزيف من كاليفورنيا، اهلا بيك يا جوزيف اتفضل. اهلا مساء الخير دكتور منى وماهر دكتور سمير. اهلا بيك. انا محاسب قانوني وكمان انا certified insurance agent مع كفر كاليفورنيا. وكان في بعض الاجزاء في الكلام لو تسمحوا لي عندي مداخله يعني اصحح بعض المفاهيم. اوي اوي اتفضل. اتفضل الله يخليك. أولا بالنسبة للي معاه work authorization
حتى لو هو لسه الكيس بتاعته ما اتحلش فيها. نعم. فيستن والفايل اللي هو يقدم على اوباما كير او افوردبل كير اكت. اوباما كير مش الميديكال او مش الحاجات بتاعت الحكومه. الميديكال هيتغير. الميديكال هيتغير لانه القانون بيعدل كمان من بنود الميديكال واللوائح بتاعته. فزمان الميديكال ما كانش بيقبل فئات معينه. بالظبط. وكمان ان هم بعض الناس ما عندهمش كومبليتلي لا جرين كارد ولا صح او شيب. انما دلوقتي هيقبل فئات ثانيه. طب ده جميل اهو برضه يعني بنحسن حاجات ثانيه. حلوه قوي، نشكرك، دي معلومه حلوه. اتفضل. تحت امرك. نمره 2 بالنسبه للبنت اللي سالت من شويه وقالت انا والدي عنده من خلال الشغل واحنا من 6 افراد. هنا في سؤال ينفع او ما ينفعش. لازم نقول الاول هل من حق او اللوير بتاع الوالد يقدم انشورنس للبنت ولا لا؟ لو يقدم يبقى مش هينفع لهم. لا. لازم يروحوا للامبلوير. لو الامبلوير مش بيقدم لباقي افراد الاسره يبقى هم لازم هم من حقهم انهم يدخلوا على اوباما كير. اخر معلومه عايز اقولها انه لو في حد عنده هيلث انشورنس من خلال الامبلوير وهو اختار ان هو مش هيعمل من خلال الامبلوير. نعم. من حقه برضه ان هو يعمل من خلال اوباما كير او من خلال كفر كاليفورنيا. بس هيبقى عنده مشكله واحده انه مش هيبقى من حقه انه ياخد التاكس كريدت بتاعه. فهو هيدفع البريميوم بتاعه ات فول اماونت. يعني لو البريميوم بتاعه 1000 وهو من حقه ياخد $800 تاكس كريدت مش هياخد التاكس كريدت ولازم يدفع ال 1000 كلها. يعني احسن له انه يبقى مع الشغل بتاعه. لا 100% او ان هو يعمل او ان هو يعمل مقارنه ما بين التكلفه بتاعته مع الشغل والتكلفه بتاعته من غير لو انفصل لوحده عن الشغل. فكده نقدر نقول ينفع ولا لا. لكن جنرالي لانه التاكس كريدت هو اللي هيخلي البريميوم بتاعه يبقى قليل. تمام. فلو هو معهوش التاكس كريدت هيبقى البريميوم عالي فالامبلوير يبقى افضل بيست اوبشن. يس يس. معلومات جميله يا استاذ جوزيف، بنشكرك عليها جدا. في حاجه ثانيه؟ انا تحت امرك. لو في اي معلومه حضراتكم مش عارفينها كويس انا محاسب قانوني وكمان فيري فيري انفولفد في كفر كاليفورنيا. حلو قوي. بنعمل انشورنس في ولايات ثانيه كمان. طيب. نيوجيرسي ميشيغان تكساس. هنتعب حضرتك نسيب رقم التليفون وهنبقى على تواصل لان برضو مشاهدينا لو في اي اسئله تانية هنحاول برضو نساعدكم في الحل في الاجابه عليها. شكرا على تعب محبتك. ثانك يو. الله يخليك. سلام. سلام. معانا الاستاذه فوزيه، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور. برحب بضيوفكم. وانا وجوزي بنشتغل بس معناش انشورنس. وكنا من 2 أو 3 سنين رحنا لسوشيال سيكوريتي عشان نعمل لجوزي انشورنس لانه بياخد دواء ضغط منتظم وكوليسترول ادويه كوليسترول وسكر. فقالوا لنا يعني حسب البلان وحسب الدخل قالوا لنا تدخلوا في حاجه ميديكير او ميديكال بلان ايه ندفع $239 كل شهر. فلقينا ان ده is too much. يعني احنا بنحتاج بس الدواء لكن مش بنحتاج نروح للدكتور كتير، مش بنحتاج نروح للمستشفى كتير. فلغيناه طبعا وبقينا نجيب الادويه من مصر. هو هيكمل قال له ممكن من حقك الميديكير تقريبا او الميديكيت لما يكمل 10 سنين شغل. هو هيكملهم السنه الجايه وفي نفس الوقت هيكمل 70 سنه السنه الجايه. فايه اللي نعمله مش عارفه. ازاي يعني من 3 سنين وما كانش فوق 65؟ اتفضلي مش عارفه كان ايه. كان فوق ال 65 بس كان البلان اللي قدامنا ان احنا ندفع $239 كل شهر. طب انا عايزه اقول معلومه بتاعت وول مارت الحقيقه وتارجت، وفي ادويه كتير جدا من الادويه الاسينشال ومنهم حاجات للضغط والسكر بتبقى البريسكربشن للشهر ب $4 وفي الثلاث شهور ب $10. برضو يمكن دي ناس كتير ما يعرفوهاش، اتمنى ان احنا نقولها لبعضينا لان دي مهمه جدا. انا اكتشفتها برضو بالصدفه ودي بتساعد يعني. لكن عموما بالنسبه للكيس دي انت كده سؤالك يعني المفروض هتدخلي ميديكال ولا لا ولا تستنوا سنه ولا كده سؤالك ايه؟
ما أنا مش عارفة إيه اللي نعمل. هو هيكمل العشر سنين شغل والسبعين سنة السنة جاية. هل نستنى لما يجي سن السبعين بعد في أكتوبر ولا نبتدي نقدم من دلوقت؟ هتدفعوا غرامة بتهيألي، ده اللي أنا فهماه لو ما دخلتوش. طيب دكتور سمير تساعدنا في الموضوع ده بعد إذنك. أولا هي ما خدش أو بيدفع في الميديكير اللوور 65 ليه؟ لأنه ما دفعش 10 سنين سوشيال سيكوريتي. فما ما ياخدش بارت A اللي هو بتاع المستشفيات فري. فبعهوله بال 230 دولار دول. تمام. إنما أنا نصيحتي ك يعني هيلث مانجمنت وكدكتور ياخدهم دلوقتي وما يستناش. لأنه ضغطه وسكر صحيح ما بيستخدمش مستشفى وبيجيب الأدوية من مصر والله أعلم الإفكاسي بتاعها إيه، ما يعرفش هتجيله فاتورة مستشفى إيه بعد كده. تمام. لو لا قدر الله واحتاج يخش مستشفى، يبقى عشان خاطر بعدين عشان يظبط اللايبوبروتينز والكوليسترول والكلام ده والبتاع ديفنتلي هيستفيد أكتر لو دفع. فانا نصيحتي وبعدين لو ما دفعش يا دكتور ما هم هيدفعوا غرامه مش كده ولا ايه؟ وغالبا هيدفع غرامه لو عدى عليه 31 مارس وما كانش خد ما عندوش هيلث انشورنس. ربنا معاك استاذه فوزيه. فمن جميع الاحوال ال 235 ما هماش كتير. الناس بتشتري اكستنشن للوارنتي بتاعه العربيه ويجي على نفسه وياخد الريسك، ده حرام. تمام. طيب معنا بنت الرب من ميتشيغان، اتفضلي اهلا بيكي. اتفضلي احنا سامعينك، اهلا بيكي. ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ايوه مساء الخير. اتفضلي سامعينك اسالي السؤال. اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا انا جيت من مصر امريكا في شهر 5 وقدمت على الجرين في تقريبا الاسبوع الاول من شهر 7 وبعدين انا لغايه دلوقتي ما بنش حاجه عن الجرين. انت جايه لوتري؟ جايه لوتري؟ جايه لوتري. وبعدين انا اللي حصل ان انا الادويه اللي جايباها معايا خلصت ومحتاجه لعلاج لان انا فوق السبعين سنه. وطبعا بحب اي دكاتره تتابعني او اخد علاج بصفه مستمره لان الادويه خلصت وما اعرفش اجيب غيرها والجرين ما وصلنيش عشان اعرف اتصرف في حاجه. فايه التصريف لو سمحتي؟ طيب دكتور ماهر هيرد عليكي. يعني حضرتك جايه بنظام هجره اللي هي العشوائيه؟ لا 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 مش هجره. امال ايه؟ لا انا كنت جايه زياره، يعني جيت السنه اللي فاتت 6 شهور وجايه هنا ابني موجود وكده فقلت اقدم جرين. فقدمت على ورق الجرين زي ما بقول لحضرتك من 5 شهور ونص او 6 شهور، حتى ميعاد السفر 6 شهور اللي انا كنت واخداهم وانا داخله خلص. يعني ما جاليش. يعني حضرتك متوقع الجرين يجي في اي وقت ولا في فترة انتظار للجرين كارد؟ انا مش عارفة بالظبط الجرين هيقعد قد ايه لغاية ما يجيني. وهل يعني دي يمكن كيس شوية محتاجة محامي اكتر من ان احنا ما انا عطيها لمحامي، انا عطي الورق لمحامي وهو اللي قدمه. هو حضرتك بالنسبة للقانون لازم يكون في اقامة رسمية. أو اللي هو النقطة اللي كانت بتاعة اللجوء والكلام ده واللي كلمنا من شوية. فحضرتك جاية شك يعني واضح إن هي كزيارة وبتقدمي على الجرين كارد، فلسه ما فيش إقامة رسمية متهيألي اللي أنا فاهمه. مفيش، لا مفيش إقامة رسمية لأن كده حتى يقبلوها ياخد قد إيه. واضح إن دي إجراءات بتبقى قانونية شوية. فهي دلوقتي بالنسبة للهيلث انشورنس دلوقتي يكون وضعها ايه؟ أنا متهيألي إن مش هينطبق عليك القانون أو مش هيسمح. دكتور سمير معانا في الموضوع؟ اتفضل دكتور سمير. حضرتك هي يعني الانطباع القانون على US residents or US citizens. طيب بالظبط. Or lawful residents. فهي لا هي هينطبق عليها الميديكير. ده ولا ده ولا ده. الميديكيد. ولا الميديكير ولا اوباما للاسف. طيب في كنايس بتعمل الخدمه دي وزي ما قلنا الادويه اللي هي بتتباع الاساسيه اللي بتبقى في وول مارت الثلاث شهور ب 10 دولار او تارجت او بالزبط. في حاجه تاني غير وول مارت وتارجت؟ انا معلوماتي وول مارت وتارجت. طيب. على الاقل معانا ماجي اعتقد. ايوه نيو جيرسي اهلا بيكي ماجي اتفضلي عشان الوقت خلينا بسرعه
لو انا بس بعمل اكتر من الليمت الماكسيمم هل وانا باخد من الامبلوير بتاعي الانشورنس هل هو ده يعني هياخدوا مني اكسترا تاكسز ولا ايه اللي يحصل يعني؟ متهيألي دي محتاجة محاسب قانوني تاكسز. استاذ جوزيف بتهيألي هو بالنسبة للتاكسز لو انت من الامبلوير معاكي الانشورنس معاكي والانشورنس منطبق عليه او بيدي الخدمات اللي القانون بيطلبها تأمينك هيفضل زي ما هو. سؤال حكاية الضرائب الضرائب انا مش عارف اجاوب على النقطة دكتور دي. دكتور سمير معنا يقدر يدي رأيه فيها. الحقيقة انا مش فاهم السؤال يعني شكلها يتكلم عن اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا عن حاجة ليها علاقة بالضرائب التاكس اللي سميناها ايه كنا بنقول عليها التاكسز ديدكتبل ولا التاكسز السبسيديز السبسيديز التاكسز كريدت 400% of the poverty level. كان في حاجة اسمها تاكسز كريدت كريدتس لا في تاكس كريدت ما يعني اللي بيوصل لأعلى من 400% اللي هي بتاع الفيدرال بوفرتي ليفل اللي هو 45,500 فور انديفيديوال 95,500 فور ا فاميلي اوف 4 واي حاجه ان بتوين. ده اقل واحد او اخر واحد هياخد تاكس كريدت ولا تاكس سبسيدي. انما فايدته مع الاوباما كير انه هياخد الجروب انشورنس كوست من غير مساعده او مساهمه من الجفرمنت. فلو عندها انشورنس مع الشغل هيبقى ده غالبا اقل منه. لا هي مع الشغل دلوقتي مع الشغل. طب خليها مع الشغل لان مع الشغل تقريبا بيبقى افضل شيء زي ما قال استاذ جوزيف. طب ناخد لو في تليفونات تانية احنا فاضل لنا حوالي 3 دقائق. اتفضل موريس من واشنطن. اهلا بيك استاذ موريس. اهلا بيك. ايوه مساء الخير. سلام بابا يسوع معاكم. مع حضرتك. ارحب بالحلوين الناس العظام. بس انا عندي كم سؤال كده. اولا انا عامل اوراق لاختي وجالها بعد 10 سنين ولا كثير جالها ورقة بتقول يعني ان هي يعني eligible و waiting for number for visa to receive it ولسه ما جاتش النمبر ده يعني approved يعني زي approved لكن لسه ما جاش النمبر بتاع الجرين كارد. هل دي تستحق يعني تاخد اي حاجة في الأوباما بأوباما كير؟ يعني متهيألي ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله يمكن من شوية لو لسه ما فيش جرين كارد ما فيش قانوني يعني وقفها كده مش قانوني برضو متهيألي. طيب. مش هينفع متهيألي. السؤال اللي بعده معلش عشان احنا خلاص. استاذ حلمي من تكساس. ايوه اتفضل سؤالك. ايوه مساء الخير. اول مساء النور. لو سمحتي انا لسه جاي من مصر والورق بتاعي بنتي وجوز بنتي عملوه هنا واخدت الجرين كارد من شهر 5 اللي فات. تمام. يعني بقالي دلوقتي 8 شهور. تمام. مفيش اي انشورنس للميديكال بالنسبه لي. انت كام سنه؟ نعم كام سنه حضرتك؟ 74. طيب لا 4. اعتقد انك خلاص كده قانوني تقدر تقدم مظبوط لانك انت معاك الجرين كارد. انا هنا ما بشتغلش طبعا. لا 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 انت تقدر تقدم على فكره واعتقد ان ده ممكن ياخد ميديكال مش كده اعتقد 75 مش ميديكير لانه مش سيتيزن. هو تكساس بتهيألي بقى ميديكير او ميديكيد في تكساس. بالنسبه للسن 74 بتهيألي هنرجع للنقطه حكايه انه ما دفعش في السوشيال سيكيورتي وبارت ايه. الدكتور سمير حضرتك كنت بتعلق يعني على النقطه دي دلوقتي وجرين كارد. النقطه دي احنا قلناها قبل كده ونكررها. هو بدام ما بياخدش سوشيال سيكيورتي لانه جاي من مصر فما دفعش 10 سنين سوشيال سيكيورتي بالظبط يبقى بارت ايه من ميديكير ممكن لو طلب ميديكير.gov هيديهوله بفلوس
فانا لو مكانه أيوة. اشوف ميديكير هياخد مني كام بالظبط واطلب اوباما كير واشوف السيتويشن دي برضه مني كام واقول له اصل اوباما كير هيقولوا له 72 يقول لهم لا بس اي ام نوت eligible for Medicare بالظبط هنا هيقبلوه ويقارن بقى. طب دي معلومة جميلة جدا. مشاهدينا الحقيقة أنا عارفة إن كان معانا ناس كتير على التليفونات، بجد بجد بعتذر ليكم خالص، من فضلكم ابعتوا لنا أسئلتكم. إحنا كنا فتحنا وإحنا بنعلن على الحلقة إن إحنا ممكن نستقبل الأسئلة على الإيميل info@karmatv.com أو إن أنتوا تبعتوا لنا على صفحات الفيسبوك التواصل الاجتماعي، تتصلوا هنا بالسكرتارية معنا في قناة الكارما ورقم التليفون دايما بيظهر على الشاشة، ومع الوعد إن شاء الله إن إحنا نحاول نعمل حلقة تانية بإذن ربنا على حسب بالوقت. بجد احنا نفسنا نختمكم، وفي نفس الوقت كان نفسنا ان احنا نسيب عندكم نقطة يا جماعة، ملناش دعوة بمين ضد ومين مع، ده قانون ومن فضلكم ده قانون في صالح هتستفيد بيه صحيا، فانت لازم تقدم عشان تبقى انشورد، يعني يبقى عندك تأمين صحي بأي طريقة. دكتور ماهر رومان بشكر حضرتك جدا وجودك معنا، ونتمنى جداً. ان شاء الله لو في وقت تاني تدينا وقت ان شاء الله. اي وقت. دكتور سمير بنوب ساعدنا بحضرتك واستفدنا من معلومات حضرتك جدا جدا جدا، بنشكرك جدا وجودك معنا كل الوقت ده على التليفون وتعبناك معنا. شكرا يا فندم، انا سعيد ان اديتيني الفرصه يعني اخدم. احنا اكثر سعاده، ومشاهدينا بنحب دايما نخدمكم ونكون دايما عند حسن الظن، لو في اي اسئله منتظرينها، وصلوا من اجلنا اجل قناه الكارما، وان شاء الله يكون لينا لقاءات اخرى وحلقات خاصه، والى اللقاء.